وسط تحكيم مهزوز، صن داونز يتفوق على النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء في مباراه الذهاب ببطوله دوري ابطال افريقيا او الدوري الافريقي. كابتن ماهر، زي ما بقول تحكيم مهزوز جدا، يمكن حتى بعض اللعيبه بعدت عن تركيزها في المباراه، ولكن النتيجه 1-0. كنا نتمنى ان الهدف ده ما يجيش لان هو كان هدف خطا مننا، ولكن اعتقد ان احنا قادرين على التعويض ان شاء الله باذن الله في القاهره. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما ذكرت كده ايمن، التحكيم كان واضح، الحكم البنيني يمكن المباراه كبيره عليه، اول مره بيحكم لفرقتين كبار زي سان داونز والنادي الاهلي. كنا نتمنى ان اليوم ده يبقى فيه حكم دولي، حكم كبير يقدر طبعا يدير المباراه ويخرج بها لبره الامان. عايز اقول لك ان طبعا يمكن الفرصه الثالثه الاكيده للنادي الاهلي ضربه الجزاء الواضحه لبيت ستاو، يعني دي كان يمكن تغير شكل ونتيجه المباراه لواحد. لكن طبعا هو التحكيم الافريقي كده، واحنا متاكدين وعارفين ان احنا هنقابل الفتره الماضيه والفتره الحاضره بتحكيم يعني هيكون مش بالمستوى اللي يليق بالبطوله القويه دي. عايز اقول بس يمكن طبعا احنا فرصنا قليله، يمكن الشوط الثاني كان عندنا اسهل فرصه، الكورنر اللي اتلعب داخل منطقه الجزاء طبعا المدافعين رجعوها بتوع سان داونز لديانج اللي لعبها لمحمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم احنا عارفين في الكور الثابته بيطلع ويقدر يجيد العاب الهواء وبيقدر يسجل اهداف، بيضيع هدف في الدقيقه 61 كانت ممكن تدخلنا في المباراه ويعدل النتيجه. الخطا الثاني من دفاع ويلمز اللي هو الحارس المرمى لجنوب افريقيا، اللي هو بيبدا الهجمه من تحت، واضح اول لما بيتستاو راح ضغط عليه قدر يقطع الكوره، لكن طبعا كانت ممكن هدف كمان يقدر يدخلنا في المباراه. ثم الفرصه الثالثه اللي هي ضربه الجزاء الواضحه، الحكم طبعا تغاضى عنها بشكل كبير، لكن شفنا الاستحواذ بالنسبه لجنوب افريقيا طوال المباراه، الفرصه اللي اتاحت ليهم قدروا يسجلوا هدف. هم بيلعبوا دايما كوره حديثه اللي بتبني على التكتيك اللي هو بيقول من واجبات او من وصفات التكتيك الباص والتحرك والمسانده والمساعده. شفنا ده من طوال المباراه بالنسبه للاعبي سان داونز، لكن هم برضك يمكن ليهم فرص اكتر من 6-7 فرص كانت ممكن تمثل علينا خطوره، لكن الحمد لله رب العالمين ان احنا طلعنا بالنتيجه ديت 1-0. زي ما انت قلت عندنا اصابات تقدر ترجع ان شاء الله في مباراه القاهره، عندنا حسين الشحات ما شفناهوش النهارده كان ممكن يفرق معانا في الخط الامامي، طبعا امام وعودته بعد الاصابه، كهربا يعني اتقال ان ممكن يكون في شد عضلي اثر بشكل كبير جدا، لكن حاولوا لعيبه النادي الاهلي، لكن كان في سيطره واستحواذ بالنسبه لجنوب افريقيا، لكن ان شاء الله باذن الله احنا عندنا المباراه القادمه في القاهره 1-0 نتيجه مش كبيره، نقدر ان شاء الله باذن الله بجمهورنا بلعبتنا بادائنا بالروح القتاليه العاليه اللي لازم ترجع خلال المباراه القادمه للعيبه النادي الاهلي، نقدر ان شاء الله نعوض النتيجه بشكل كبير باذن الله. رب كابتن شريف هارد لك، بالرغم من السيطره الميدانيه لصن داونز زي ما الكابتن ماهر واضاعه بعض الفرص خصوصا الشوط الثاني، الا ان حتى هدف المباراه جاء بخطا من التمرير زي ما انت قلت لي في قبل الاستوديو او في بدايه الاستوديو، ان احنا اللي ممكن نعمل ونشكل خطوره على نفسنا. ده واضح في الثلاث مباريات اللي فاتوا. احنا اللي بنبقى سبب في وجود اي لاعب بيهاجمك جوه ال 18 بتاعك، المس بس في المنطقه دي اللي هو ممنوع يعني. انا عايز اقول لك على حاجه. اولا النتيجه مقبوله طبعا 1-0. بشكلك انت اللي تخليت عنه بعد اول 7 دقائق وانت بتهجم عليهم وانت عندك ضربتين ثابتتين تقدر تحرز منهم اهداف وانت محجمهم وانت مش مخليهم يعرفوا يطلعوا بالكره سليمه، وفجاه لقيناك بترجع لغايه نص الملعب وبتقول لهم انتوا بتلعبوا في الجنينه بتاعتكم النهارده يلا براحتكم خالص وطلعوا الكره وتحركوا زي ما بيقول ماهر. الفريق سرعه وتحركات كويس، لا انت اللي خليتهم سرعه وتحركات مش اكتر من كده. انت طول ما انت ضاغط عليهم حتى في الشوط الثاني كان ليك شكل وكان ليك وجود وكان ليك وصول. انت اللي بتخلي ده
شكلك النهارده الاستحواذ اكيد هيبقى تمام 75-25%، فهمتني ليه؟ انت السبب فيه، انت اللي لعبت بتشكيل من الاول مش راغب انك انت تبقى بتخلص المهمه عندهم في المباراه دي. قلت لك انا في اول مباراه ان صلاح محسن وجوده مش هينفع، وبيرسي تاو الوحيد المتحرك النهارده لو لعب في مركز الراس حربه وحسين الشحات ورضا انت كنت يعني لو طالع عندك حاجه. ماشي استاذنك يا كابتن، بس نطلع لفاصل وبعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس، نورنا كابتن. تحياتي كابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي للنجوم الكبار كابتن ماهر همام، كابتن عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، كابتن عادل ابو رحمه. كابتن عاجبك اللي حصل يا كابتن من الحكم؟ شوف يا كابتن ايمن، قبل المباراه وانا وقفت هنا مع حضرتك وقلت لك الحكم مغمور ملوش خبرات، مش هادي المباراه اللي هو يلعبها كابتن ماهر، مباراه صعبه جدا عليه، وان كانت المباراه في الملعب سهله ولكن احنا بنتكلم على قراراته الفنيه. اولا قرارات فنيه خاطئه، تحركات وتمركزات خاطئه جدا جدا، يعني انا النهارده لو مسؤول في اللجنه الفنيه في اتحاد الكره وعندي حكم ثلاث مرات يا كابتن اسامه تيجي الكره فيه تصطدم فيه ثلاث مرات هوقفه، ده حكم درجه ثالثه او ثانيه. ما بالك ده حكم في النخبه، يعني انت يا كابتن ايمن ده حكم في النخبه ثلاث مرات يا كابتن ماهر الكره بتصطدم، ده دليل على ايه؟ دليل على ايه؟ اولا ولا توقع ولا قراءه ولا قرارات فنيه، ده مش هو بس، ده هو وحكمه الفار اللي هي ماريا ريفيت الحكمه من موريشيوس. انا هوريك ثلاث لقطات وهم هيترجموا كل الكلام ده كابتن ايمن. خلينا نروح لاول لقطه اللي هي اللقطه المهمه في الدقيقه 90، ماريا ريفيت شاهد ما شافش حاجه كابتن ايمن، شاهد ما شافش حاجه والحكم لم يتخذ اي قرار. نشوف يا كابتن، هنا الكره بتعمل اوفر لبيرسي تاو. في هذه الحاله هو راجل بيبتدي يسند عشان يستقبل الكره وياخدها، هنا ايدين الاثنين للاعب سان داونز. ايوه الدفع. طب حد يقول لي يا كابتن ايمن الماده 12 ايه هو الدفع اللي موجود فيه؟ الدفع دفع المنافس اللي هو تدفع المنافس بايد الاثنين، وهنا حصل السقوط. الدفع موجود جدا جدا، ولو معانا الحاله يا كابتن ايمن حاله، مش عايز اقول لك دي ده خطا فادح جدا جدا، هي الصوره متثبته دلوقتي كده افضل. هنا باينة. هنا الدفع موجود بايد الاثنين يا كابتن، الايد طلعت من الجسم صح، خدت السوسته كابتن ماهر. عارف لو الايد ما طلعتش يا كابتن ماهر وفضلت زي ما هي كده، انما الايد خدت سوسته عملت الدفع. هنا بنتكلم في القانون، الدفع هو في القانون ايه؟ ركله حره ومرشة لو كان المخالفه خارج منطقه الجزاء، ركله جزاء لو كانت المخالفه داخل منطقه الجزاء. هنا السؤال، لو انا النهارده بتكلم على الفار، لا يا جماعه الفار هنا النهارده موجود ومش موجود، يا اما الفار يا اما الفار يا كابتن ايمن في عطل، لان هذه الحاله حاله انا بقول خطا فادح من ماريا ريبيت اللي هي محكمه الفار اللي ما جابتش الحكم، والغريب ان الحكم ما عادش، المخرج ما عادش، المخرج ما عادش اللعبه خالص. ايوه كابتن. ومش دي بس، اكتر من لعبه كابتن شريف ما بتتعاش النادي الاهلي، وده سؤال صحيح محيرني صحيح، يعني حتى تسللات هو الجديد علينا طول عمرنا كده، مالناش باع في افريقيا، والبطوله انها تتعمل بالشكل ده برضه عايزين يقتنصوا منك اي شيء. بص يا كابتن شريف، باي شكل يا كابتن، كويس احنا عارفين اللي احنا فيه ده غير السيول اللي انت شفتها والظروف اللي هي مواجهه لكل ده، فواضح جدا ان احنا هنفضل طول حياتنا عايشين في ده، مش هتبقى لا اول ولا اخر مره. بص يا كابتن شريف، احنا قلنا دايما احنا هنا بنفصل ما بين الاداء يا كابتن الفني للاعبين وحق الفريق. انت بتتكلم في الدقيقه 90 ركله جزاء صحيحه للنادي الاهلي لم تحتسب بسبب الفار بسبب الحكم، لا انت تديني حق ومالكش دعوه بيه، سواء اديت او ما اديتش ادي حق الفريق، وده انا اللي قلته كابتن ايمن معاك صحيح في بدايه المباراه، قلت لك ان الحكم شخصيه مش موجوده، بقول ان فنياته قليله، ملوش خبرات ابدا في مثل هذه المباراه. المباراه سهله على فكره، سهله جدا، سهله تحكيميا، ولكن هو اخطاء الحكم صعبت المباراه عليه. دي ركله جزاء لم تحتسب بسبب الفار، ماريا لم تشاهد واعتقد ان هي ما كانتش موجوده. نروح للحلقه بعد كده المهمه وهوريك حاجه مهمه. هنا يا كابتن انا مش هتكلم يا كابتن عادل، كابتن شريف، يا كابتن ماهر، دي طرد دي واضحه هنا جدا. يعني انا اسال سؤال، فين القرار وفين الانذار وفين البطاقه؟ صحيح
ده دليل على ايه؟ حاجه من الاثنين، يا انت شايف مش عاوز تحسب، يا انت فنيا قليل ضعيف، ما عنديش اي خيار تاني يا كابتن ايمن. الكره دي سمكه. أيوة فنيا، لو فنيا ضعيف الفار يديله، دي فيها ولو فنيا ضعيف ما يجيش في المباراه دي يا كابتن عادل، المباراه دي اكبر منه. فينا جون، الكره دي بقت علينا احنا وكانت هتخش جون. دي هنا حصل منها مخالفه يا كابتن ايمن، انا بس بوديك الاخطاء. هذه مخالفه لم تحتسب ولم تشهد فيها البطاقه. هذا قرار مين؟ هذا قرار الحكم اللي هو تقريبا فنيا ضعيف جدا جدا جدا. بطاقه كابتن ناصر هنا بطاقه صفراء ولا احمر؟ كابتن هنا كمان في حاجه، ده انا بقول اضعف الايمان. الصفرة تطلع، ده ما طلعش الصفرة يا كابتن ماهر. الصفرة مش هيروح. ده انا بضعف الايمان، ولكن هنا لو الخطأ، لو الاستاذ رايح بقوة هو اصلا حسبها؟ لا ما حسبش اللعبة يا كابتن. بقول لك ما هو لم يحتسب اللعبة والانذار لم يشهر. ما حسبش. هو كابتن ناصر في نقطة. اتفضل. هو دي هو ما حسبهاش خالص، هو مش معتبرها فاول. بس دي ترتقي لاحمر عشان رجله عالية. تمام. صح؟ كابتن. يبقى الفار يجيبه عشان الاحمر. بالظبط. هقول لك على حاجة مهمة جدا. احنا قلنا الستارز يا كابتن لما بيروح فوق الحذاء، احنا قلنا ليه الحذاء فوق الحذاء؟ ليه؟ الحذاء بيحمي القدم. مظبوط. انت معايا يا كابتن ماهر؟ الحذاء بيحمي المنطقه اللي هو القدم. فوق الحذاء منطقه مش محميه. لما الستارز يروح في فوق في القصبه او في الانكل من فوق بهذا الشكل، لابد ان الفار يستدعي الحكم. خلي بالك انا جايب لك حالات، وحالات كتير جدا لو احنا قعدنا نحكي على الحكم، حالات في التوقع وفي التمركز. تعال نروح للحاله اللي جايه. تعال نروح للحاله الجايه. ونشوف. طبعا هنا مخالفة رقم 25 اللي كان في بداية انا قلت حكم شجاع. هذا اللاعب 25 ارتكب ثلاث مخالفات تاني بعد كده. مظبوط. طب فين البطاقة الثانية؟ مظبوط. بجد يا كابتن مال بجد. انا صح. انا بجد صح. بتكلم بجد. انت طلعت شجاع واشهرت البطاقة نتيجة استخدام المرفق او الذراع. طب هذا اللاعب ارتكب ثلاث مخالفات على مدار شوطي اللقاء. مفيش الثانية الصفرة ما طلعتش. انت شفت الجول لما مسكه وقعد يهدي فيه عشان ما يروحش على محمد طاهر. قال له انت واخد انذار، واخد انذار. بالظبط كده، بالظبط كده. تعالى بص يا كابتن، انا عندي لقطه برضك يا كابتن تلخص كل الكلام ده، بس يا ريت تجيب لي اللاعب وهو بيعترض على الحكم، تحس ان اللاعب هو الحكم والحكم هو اللاعب يا كابتن. يعني شوف، لا انا عندي لقطه يعني اللاعب صن داونز وهو بيعترض اللي هو بايديه الاثنين. تعالى يا كابتن. بيهدد. فين شخصيه الحكم؟ سؤال. انا لو حكم ولاعب بهذا الشكل على الاقل بتبقى صفر. بطاقة صفراء. انت بتحس ان الحكم بيدي تعليمات، اللاعب بيدي تعليمات للحكم. تعليمات الحكم. فين الشخصيه؟ الشخصيه مش موجوده، قرارات فنيه مش موجوده، توقع وقراءه مش موجودين. خطا مؤثر في نتيجه المباراه كابتن عادل، عدم احتساب خطا مؤثر تماما. طبعًا. تماما. اتكلم على خطا هدف 1-1 يخلي الدنيا تتغير. تعالى اوريك اخر حالتين او اخر حاله عشان نبقى. تعالى يا كابتن. والله لو هذا الحكم في الدوري المصري لتم ايقافه على الاقل 4 اسابيع. ليه؟ دي ما اتكررتش مره واحده يا كابتن. ثلاث مرات تتكرر مع الحكم. انا مش متجنن عليه، ولكن لما نبقى نيجي الحكم، توقع ما فيش، قراءه ما فيش، قرارات فنيه ما فيش، شخصيه ما فيش، وبتدير باللقاء من اهم اللقاءات اللي موجوده في هذا الدور، لا في مشاكل تحكيميه. وانا بقول النهارده التحكيم لم يكن على الحياد، والنادي الاهلي له ركله جزاء واضحه جدا اثرت في نتيجه المباراه، نتيجه عدم وجود، بقول رايي الفار ما كانش موجود النهارده كابتن، شاهد ما شافش حاجه ماريا ريفيت الحكم من مورشيس. الحاجه الثانيه هو معنى ان لعيبه النادي الاهلي ناس مؤدبه وناس لا تعترض. يعني لعبه بس تاو كابتن عادل، لو اللعيبه راحت اعترضت ودت ايحاء اللي يعني اللعيبه ما بتعترضش، وطلبت الفار كمان يا كابتن. وكانت طلبت الفار. بالظبط. ولكن اللعيبه يعني بتثق في الحكم. ولكن الحكم النهارده لم يكن على مستوى الحدث. عيسى سي عندنا الحكم السنغالي في اللقاء اللي جاي. اتمنى عيسى سي يؤدي، وان شاء الله النادي الاهلي هيعوض ان شاء الله باذن الله، وهيفوز وهيعدي، وان شاء الله النادي الاهلي قادر على ان هو يتحدى الكل ان شاء الله، سواء صن داونز او الحكام. توفيق ربنا باذن الله ان شاء كده. الله قادر على تخطي ان شاء الله صن داونز باذن الله. شكرا يا كابتن ناصر، شرفتك. شكرا يا كابتن. كابتن شريف، كنا بنتكلم على المباراه واحداثها. كنا بنتكلم على احداث المباراه، ليه المباراه الجايه بقى يا كابتن ايمن، مش للي حصل في المباراه دي. اكيد مستر كولر شاف النهارده شكل التيم ده بيلعب ازاي، وايه اللي بيخلي الفريق ده بيبقى مسيطر على مجريات الامور، لدرجه انه بيلعب ساعات معاك باثنين
5 3 كويس، بيدخل الناس جوه بياخد منك نص الملعب. بس ده بيعمله امتى؟ لما انت بتوصله زون ديفنس لغايه نص ملعبنا احنا، والسنتر فيرود بتاعك كمان مش بيبقى متقدم، ده بيبقى متاخر عشان يعمل زياده عدديه ويعمل قفل مساحات بالنسبه لنص ملعب سان داون. ده معناه انك انت هتلعب على الحاله واحده اللي هي الكونتر اتاك بتاعك، انت عايز تفاجئه وتعمل الاطراف دي. مفيش لاعب غير لاعب واحد بس هو اللي يملك حكايه الكاونتر اتاك دي، اللي هو كان بيرستاو. وبيرستاو لوحده مش هيعدي ويروح في كل الحكايات دي. والمفروض كان رضا سليم، انت معتمد على سرعاته ونقل الهجمه في رضا الشمال. رضا كمان مش السبرينتر اللي ممكن تديله في مساحات وتقول له روح، لا هو دريبلر بيستلم في رجله احسن ما بتديله كره طويله. بيرسي ساعات طويله وبتاع. كان لازم النهارده يبقى في حد، انا مش عارف ليه ما شفناهوش خالص، حسين الشحات ده عنصر مهم جدا ودريبلر وعنده شخصيه وبيقدر يعمل اتاك للفرقه دي ولعب عليهم ماتشات قبل كده هنا في مصر وجاب فيهم جول هنا، لما فاكر لما تعادلنا 2-2 عندنا في مصر هو اللي جايب الجون الثاني هنا وعدى منهم وراح شاط الكره في الزاويه ده جون. يعني عنده شخصيه عليهم عارفينه، ما بيهبش من المواقف، عنده الشكل الهجومي المباغت. انت كلاعيبه كمان لازم تشد، عايز لعيب يشدك ويشيل من عليك الضغط اللي هو على طول الفرقه دي عامله. الفرقه دي على ملعبهم سهل قوي لو انت لعبت معاهم ديفندر كده ماشي، انهم يلعبوا عليك ال1 2 ويعملوا عليك كل حاجه ويتحركوا في العمق، وانت ظروفك وظروف سفرك والاجواء هناك مش هم مش افارقه بيلعبوا افارقه يعني. لا احنا نعتبر من شمال افريقيا يعني، دول كورتنا يعني ستايل تاني خالص. فلم يعد العده مستر كولر النهارده بالنسبه للفريق الاهلي ان هو يقابل الفرقه دي، وما اقنعش الحقيقه. انا شايف ان هو ما اقنعش في المباراه، لان اول ما ظهر له في اول 10 دقائق انه ليه وجود معاهم وبيهددهم، ما رجعش بقى تاني يا ايمن اديهم الفرصه مساحه ياخدوا النفس. خدوا نفس عليك جامد قوي كبير قوي، وبقوا هم حتى يعني مستغربين، طب الله ايه العكس، ايه اللي حصل في الشوط الثاني؟ انك رحت ومسكت الكوره وطلعت بيها، اول ما نزل اكرم توفيق ابتديت تنقل الكوره وتعمل مساحات وتعمل زياده عدديه عندهم، وطاهر محمد طاهر عدى ولعب كوره من الناحيه الثانيه، حسبوها بقى اوف سايد ما حسبوهاش اوف سايد، انما بقالك وجود في منطقه الجزاء، بقالك تهديد. الجول ده لو بيرسي تاو ده ضغط ضغطه جامده شويه وحس انه ممكن ياخدها كان جول 100%. محمد عبد المنعم ديانجو حط له الكوره هو وجون، لو يعني كان اهدى شويه وحطها شاف الجول وهو طالع حطها في الارض او حطها حاجه كان جول. بقى عندك شخصيه انك انت ممكن تجيب جول، بقى عندك شخصيه تهزه. ابتدى هو بعد كده يعمل ايه؟ يطلع كرة بره، كل ما تضغط عليه يروح يعملها غلط، اللي هو مطلوب اثباته كان من الشوط الاول. طيب فانا بقى يعني مش بحمل حد الشكل، بس الشكل الفني كان واضح جدا ان انت اللي اديته ارتياحيه كبيره قوي انه يلعب النهارده، مع ان انت امكانياتك غير كده خالص. هارد لك للمجهود الكبير اللي عمله الديفندرز بتوعي. يعني انا عندي الديفندرز بتوعي استحملوا النهارده حاجات كتير جدا، ما كانش المفروض يبقى بهذا الشكل وبالوقت الكبير ده. انت كان قصدك يعني في الاخر ان في تقصير في النواحي الهجوميه. يعني يبقى في ماتش بينج بونج. انا ما يبقاش ماتش ملاكمه. راجل واخد واحد الناحيه الثانيه والتاني بيقول له عدي يا وقت عدي ما فيش ايه، بس مش ما تديني مش هاخد القضيه. لا ما ينفعش. لما فاق الملاكم الثاني بقى بيروح الناحيه الثانيه وبيصوب وبيعمل وبيودي، فعندك الامكانيه ان انت تعمل كده. هو ده اللي انا بشرحه. انك انت عندك شخصيه البطل، ليه ما لعبتش ماتش ايجاليتيه مفتوح ولازم تلعب في كل دي؟ ما فيهاش فكر. دي ما فيهاش عايز اخرج باقل الخسائر. فان شاء الله يبقى التغيير في الفتره الجايه بالنسبه لنا احنا، احنا بنلعب على مكسب فقط. بتلعب هناك في جنوب افريقيا بتلعب مع فرقه جامده جدا، بتلعب مع كل حاجه، انما انت جامد جدا انت كمان، ما انت بتنقل عليك كوره 1 2 وعندك ديانج وعندك قفشه وعندك بيرستاو وعندك ناس كتير على الخط قاعده بره. راجل غير 6 ولا غير 5 وانت غيرت 1 أو 2. يعني كان لازم يبقى فيه برضه حاله تغيير تساعد اللعيبه اللي في الملعب دي. غيرنا 3 يا كابتن، غيرنا ثلاثة. فين اللعيبة عندك لعيبة مؤثرة ماهر لازم كانت تبقى موجودة في فاضل اثنين. يعني مع احترامي مثلا تغييرة بتاعت السنتر فيرود بالسنتر فيرود دي، ما طب ما تدخل بيرسي تاو قلنا ونزل حسين الشحات كان هيبقى عندك انياب على الاقل.
يعني على العموم الحمد لله ان هي النتيجه بالنسبه لي انا مقبوله، تقدر فيها تعويض طبعا ان شاء الله، وتقدر نجيب واحد واثنين هنا وثلاثه ان شاء الله، وتعدي المهمه دي ان شاء الله بسلام باذن الله. باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه، بالرغم من زي ما قلنا من الهجمات الكتير اللي صن داونز خصوصا الشوط الثاني مضيعه بعض الاهداف، الا ان النادي الاهلي كمان جات له حتى ولو الفرص قليله بس برضه لم تستغل كالعاده. يعني هو في فرصتين يعتبروا خطيرين، هم دول اخطر كورتين، اللي هي بتاعت عبد المنعم صحيح استعجل فيها، كانت كورنر تقريبا وتردت، اتلعبت جوه ال 18 نزلت له حطها بوش رجله فوق العارضه، كان ممكن يتصرف اهدى من كده واستعجل قوي فيها. الكره الثانيه اللي هو ال الخطا اللي المفروض احنا نلعب عليه، ما لعبناش عليه كتير النهارده، اللي هو الضغط في اوقات على حارس المرمى والسردباكات، لانه بيغلطوا كتير، لان في مبالغه، هم عندهم استحواذ وسيطره وبدايه هجمه من احسن الفرق شفتها في افريقيا بتعمل الموضوع دوت، ولكن بتوصل ثقه بالنفس الزايده عن حد لدرجه الغرور مبالغه يعني. بتوصل بقى لحدود المبالغه صحيح. الكوره بتاعت حارس المرمى رجعت له وبيرسي تاو بيضغط، مش عايز اقول متكبر، بس هو واضح انه ده اسلوب لعب، مش عايز يحط رجله يخوف بيرسي تاو ويطفش الكوره، لا ده عايز يرقصه في مساحه ضيقه جدا، خبطت في بيرسي تاو وراحت، بس بيرسي تاو ما حطش جسمه كويس، هو راح نايم عليها تاني وخدها. هما دول اخطر تقريبا كورتين جولنا الشوط الثاني، لكن السيطره والاستحواذ كانت طبعا واضحه جدا لفرقه صن داونز، ليهم كورتين ثلاثه خطيرين جدا، اللي هي في انفراد لرقم 25 حب يشيلها من فوق الشناوي، بس الشناوي مسكها كويس قوي، اللي هي خبطت في صدر اكرم وراحت له. في الكورنر اللي بوسا اول ما نزل طلع مع الشناوي سبقه، بس حطها فوق العارضه. لو انت شفت ماتش الترجي او الوداد، في كره زيها بالظبط، الجون طلع متاخر، السردباك حطها من قدامه، كانت هتحصل النهارده، بس الحمد لله طلعت فوق العارضه. اعتقد ان الشناوي لمسها الكره دي، لمسها أعتقد. بس الولد اللي بوسا كان سابق يعني، ضربت في دماغه برضه يعني. لو وجه لتحت كانت جون. الكرة الأخيرة اللي هي طبعا آخر كرة في اللقاء، اللي توجهت بالراس وضربت في القائم، في بطن القائم الأيمن وخرجت. هما دول ثلاث فرص خطيرين جدا لسان داونز الشوط الثاني. الاستحواذ والسيطرة كانوا كبيرة. أنا بس أول حاجة متفق طبعا مع كابتن شريف في الموضوع ده، في تأخير في التغييرات، وتغييرات مش عارف ليه ما بتتمش. يعني حسين الشحات واحد من افضل لعيبه النادي الاهلي في الفترات الاخيره كلها، حتى لو الماتش اللي فات بتاع سيمبا ما كانش في احسن حالاته، لكن كان سهل جدا النهارده، ممكن ينزل مكان قفشه، ممكن ينزل مجرد تسليم، ممكن ينزل زي ما شريف بيقول في الجناح ويطلع بيرسي تاو راس حربه، ما اعرفش ليه ما كانش ليه دور. كهربا احنا بنقول ما اعرفش، انت قلت لي جاله شد او حاجه، لا سمعنا ان هو كان العضله مجهده يعني، ماشي بقى اذا كانت العضله مجهده دي بقى حاجه خلاص لا اراديه دي، لكن هو الطبيعي لو هو سليم هو قبل موديست يعني، منطقي. ما وطبعا لو من البدايه كان يبقى قبل صلاح محسن، بس طالما انت بتقول لا انا سمعت ما اعرفش ده صح ولا لا، بس مثلا حسين الشحات ليه يعني لم يستغل يعني، ف برضه دي عليها علامه استفهام شويه. بصفه عامه انا قلت لك قبل اللقاء الثلاث نتائج متاحين، قلت لك لو كسبنا يبقى كويس، تعادلنا يبقى الحمد لله، اتغلبنا ما تغلبش اكتر من فرق واحد، حتى انت قلت لي لا قدر الله ما يحصلش، او تقريبا لما كنا بنتكلم قبل ما نخش من الاستوديو قلت لك لا حتى لو خسرنا ده وارد في الكوره، بس ما تخسرش اكتر من واحد. يعني كنا نفضل طبعا كمان ان انت تجيب جون وتبقى 2-1 عشان ما ندهمش امل انه هنا لو جابوا جون تصعب عليك وانت لازم تجيب جون، كانت هتبقى افضل من 1-0، ولكن برضو نتيجه 1-0 في المتناول جدا، واحنا في تاريخنا كتير جدا
كنا عادي جدا بنخسر من الفرق 1-0 بره ملعبنا، وكنا بنبقى متاكدين ان احنا نكسب في مصر. ما يعني ما كانش بيبقى عندنا كلنا الخمسه احنا اللي قاعدين شفنا الكلام ده كتير في الماتشات اللي كنا بنلعبها في افريقيا. يعني الحمد لله مثلا النتيجه ما طلعتش 2-0 3-0 دي كنت اقول لك هتبتدي العمليه تصعب قوي، لكن 1-0 قريبه. لكن مش معنى ان هي قريبه ان المباراه هتبقى سهله. واتفقنا احنا قبل المباراه قلنا انه المباراه مش هتنتهي في جنوب افريقيا، هتنتهي في القاهره. والنتيجه دي بانت ان هي هتنتهي في القاهره. فهي نتيجه في المتناول، لكنه الماتش مش هيبقى سهل، لان هم عندهم قدره في الجزء الاخير في التمريرات البينيه والزياده العدديه والهدوء، وبيلعبوا بثقه جوه ال 18 وفي الثلث الاخير بدرجه كبيره جدا. ولكن مع ذلك من الفرق اللي عندها مشاكل كتيره جدا في خط الدفاع. صح. مش عشان هم لعيبه وحشين، عشان الاسلوب اللي هم بيلعبوا فيه. مزبوط. في مبالغه 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 لدرجه يعني انا اللي انا اعرفه لما تلعب في التلت الاخير، وهو ده التلت اللي هو قريب من الجون على طول، لان الكره تقطع تجيب جون، الغلطه بجون ماشي العب بثقه وكل حاجه، بس مش لدرجه المبالغه ان ابقى يعني الاخطر ان انا لو رقصت مثلا او لو نقلت، والاسهل عليا ان انا اطلع عشان ما يبقاش في خطوره في منطقه الجزاء، ويفضلوا برضو مصممين في اضيق الحلول. زي قلت لك كره حارس المرمى اللي حب يرقص بيرستاو وخبطت، وكان بيرستاو ممكن يلحقها. ف 1-0 قريبه جدا، عندهم اخطاء كتيره في الثلث الاخير في المبالغه في الاستحواذ والسيطره وبدايه الهجمه حتى في اصعب الامور. ده في كور كتير النهارده لو النادي الاهلي بيكمل الضغط مظبوط كانت ممكن وغير كده وغير كده كمان، وده اللي هنتكلم فيه بعد كده برضو، ان اسلوب اللعب اكيد هيختلف واسلوب الفكره هيختلف بالنسبه لمستر كولر. ما طبعا في مباراه العوده ان شاء الله. يعني هنا في مصر يا اسامه ايمن هلاقي الجون ده طالع لغايه نص الملعب واقف مع الاثنين السطور. لا 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 اسلوب اللعب هيتغير والتفكير. دي الحاله الاستفزازيه اللي انا صحيح شفتها في المباراه. فلازم يبقى هنا شكل الضغط عليهم يخلي الجول ده واقف مكانه أكيد. ما يتحركش. واحنا كان عندنا قبل كده الاسلوب ده في مصر لما ضغطنا على الجول وعلى المدافعين قدرنا ان احنا نحرز هدفين يعني. صحيح. كابتن عادل خسرنا شوط هارد لك، ولكن ان شاء الله قادرين على التعويض في الشوط الثاني في القاهره باذن الله كمان 3 ايام. يعني خلينا نتكلم يا كابتن ان المباراه بالنوع ده بتكسب وليس تلعب. صحيح. انت خرجت بره عشان تعمل نتيجه طيبه. النتيجة الطيبة انك انت ممكن زي ما كابتن اسامة تكسب او تتعادل او تعمل نتيجة اقل في الخسارة شوية. انت النهاردة عايز اقول لك في ظل اداء الفريقين النتيجة طيبة ليك. بتكلم على الاداء. يعني انت بتتكلم انه ادائك ما كانش بالصورة الجيدة قوي يعني. حتى كمان بعد اللعيبة عندنا يمكن كان في بعد كبير قوي ما بين نص الملعب والمهاجمين عندنا. نتج عنه انه ما عندكش هجمات قويه جدا. حتى الهجمه اللي هي كانت بنقول عليها قويه، الهجمه اللي هي كانت بتاعه بيرسيتاو، هو دي خطا حارس. طب انا ممكن اسال سؤال بس هنا اقف عنده. ليه قدراتك الهجوميه النهارده ما بانتش؟ هقول لك. بص خلينا نبقى بنتكلم كلام منضبط شويه. ماشي. في قلق. في فرق يا كابتن بيبقى في مش حاجز نفسي بينك وبينهم. يعني هم قريبين. هم سان داونز بيلعب كوره مودرن، بيلعب كوره حديثه، بيلعب كوره جميله فيها اداء مميز، فيها باص وتحرك. يعني فريق يتعب اي فرقه بتلعب كوره زيه وهو بيلعب بره. انت لما هيجي لك هنا خلي بالك هيبقى عنده خطوره كبيره جدا بس في الحته الاماميه، وعنده يعني يقدر يسمح لك انك تجيب فيه جوان وجوان كويسه من الخط الدفاع بتاعه. خلينا نبقى نقول ان خط دفاعه اضعف من نص ملعبه وهجومه، يبقى انت هنا لازم تضغط عليه، تضغط عليه بحذر مع نص الملعب والمهاجمين ليه طول الوقت، انك انت بتشتغل الشغل اللي هو في زي ما بيقول تقسيم وقت المباراه. انت هتقسم وقت المباراه عليه. لكن طب نستأذنك يا كابتن معلش بعد اذنك نروح سريعا نشوف مستر كولر قال ايه في المؤتمر الصحفي بعد المباراه.
in der ersten Halbzeit defensiv sehr gut gearbeitet. Wir haben Räume gut zugestellt. Was uns da gefehlt hat, war, wenn wir den Ball erkämpft haben, dass wir mehr Ruhe haben, dass wir mehr nach vorne kreiert haben. Das haben wir versucht in der Pause anzusprechen. Zweite Halbzeit haben wir dann gleich mit einem Fehlpass dem Gegner das Tor eingeleitet. Ich denke, es war unnötig und hätte man auch konzentrierter sein müssen. Wir haben dann noch versucht, ich glaube, es war dann relativ ausgeglichen, nach vorne zu kommen. Wir hätten eventuell sogar Elfmeter bekommen müssen. Ich weiß nicht, warum die Schiedsrichter hier in Afrika auch mit dem VAR, weil der ist ja da, dass man den eigentlich kontaktieren kann. Und ich weiß nicht, ob er Bescheid bekommen hat, aber nicht mal den Anschein macht, weil in der Box drin ist es eigentlich normal, wenn da was passiert, dass man das anschaut und dementsprechend dann klärt. Und ich glaube, das hat man gar nicht gemacht und das verstehe ich nicht. So, and I think we played well in the first half, especially in the defensive, in the defense, and we closed all the rooms in spaces in the first half. Missed, we had to be much calm when we have the ball and to do much more in the offensive. So I spoke with my team in the cabin. Unfortunately, we got a goal very early in the second half through a mistake of us, a missed pass from us. And I think it was not necessary to do such a mistake. After this goal, the game was equal between both teams. I think we had earned a penalty by the end of the game. I don't know why the referees in Africa don't contact the VAR. There is VAR and you don't contact the VAR in such situations. It was very obvious for me, and I think it's very necessary for the referees to contact the VAR, especially when anything suspicious happens in the box. But he didn't do this, and unfortunately, we lost the game. Thank you, Coach. We'll take a few questions. Okay, that's fine. Go ahead. احنا عملنا شغل دفاعي كويس جدا في الشوط الاولاني قفلنا كل المساحات ما سمحناش ليهم خالص بالتقدم او تشكيل اي خطوره اللي كان ناقصنا شويه في الشوط الاولاني كان الهدوء الكره معانا وان احنا ننقل الكوره ونشتغل شغل هجومي اكتر شويه اتكلمت مع اللعيبه بين الشوطين في ده للاسف دخلنا الشوط الثاني دخل فينا جون بدري بغلطه مننا ما كانتش المنافس هو اللي عملها لكن غلطه مننا احنا بميس باص ملوش اي داعي في وسط الملعب تسبب في جون ملوش داعي من وجهة نظري خالص بعد الجون ده الماتش كان سجال بين الفرقتين اعتقد ان احنا كان لينا ضربة جزاء واضحة في اواخر المباراة انا مش عارف الحكام في افريقيا ليه ما بتروحش للفار ليه ما ببصش على الفار ليه ما ببصش على اللقطات اللي فيها شك الكرة كانت واضحة جدا بالنسبة لي حتى لو مش كانت واضحة كان لازم فيها شك كان لازم يروح يبص عليها دي حاجة من الحاجات اللي انا لغز بالنسبة لي في افريقيا انا ما حدش بيروح يبص على الفار في الكور اللي زي دي اللي من وجهة نظري كانت واضحة جدا. Members of the media, it's your opportunity to ask questions if you could identify yourself as well as the publication that you represent. Do you have any takers for the first question? Can we have the microphone at the front, please? Coach Katleho from the Citizen, as much as you're not happy with the refereeing, but how do you look at the second leg? I mean, is it's still in the balance with 1-0? How confident are you of overturning this narrow lead? Ja, es ist klar, dass wir da noch Chancen haben und wir werden natürlich auch alles dafür zu tun. Es ist richtig, dass 1-0, also ich bin sicher, dass wir auch in Kairo Tor schießen können und dementsprechend werden wir uns vorbereiten. Es ist ja nicht viel Zeit, es sind ja nur
da die zwei Tage dazwischen. Und jetzt ist wichtig natürlich auch Regeneration, aber dann fürs Rückspiel bin ich überzeugt. Ich hoffe, das Stadion wird gut besetzt sein und die Fans werden uns tatkräftig unterstützen. I think there is, of course, we have chances. We are going to fight for and do everything for our chances in the game in Cairo. I'm sure that we are going to score in Cairo. I know it's only 2 days between both games, but we are going to do our best. We are sure that our fans will fill the stadium and they are going to support us in Cairo, and we are going to do a good game and do everything then to qualify to the final. احنا طبعا عندنا لسه حظوظنا لسه موجوده ان شاء الله هنعمل كل ما في وسعنا ان احنا ان شاء الله في ماتش العوده ان احنا نكسب. انا متاكد ان احنا هنجيب جوان في القاهره ان شاء الله. هنعمل كل حاجه. عندنا يومين بس للاسف بين الماتشين، ده وقت قصير جدا، لكن هنحاول نحضر الفرقه في اليومين دول بحيث ان احنا ان شاء الله نعمل ماتش كبير في القاهره ونجيب جوان. متأكد كمان ان جمهورنا هيملى الاستاد على الاخر وان هو هيدعمنا وهيكون نقطة قوة لينا جدا جمهور النادي الاهلي في القاهرة، وان شاء الله نعمل ماتش كبير ونتأهل النهائي بإذن الله. Coach, commiserations on the loss today. كامو خلو for kickoff. Coach, this is your third game against Sundowns and you still haven't won. What about them makes them such a difficult team for you to get the better of in terms of their tactics? Relativ einfach, was Sundowns hat, auch eine gute Mannschaft und dementsprechend ja, spielen sie auch hier in Südafrika auf einem Top-Level und ja, und sie sind natürlich auch immer nah dran, um Titel zu gewinnen und es ist eine Top-Mannschaft und dementsprechend ja. Wollen wir versuchen, uns zu qualifizieren im Heimspiel dann in Kairo am 1. November. Very answer, very easy answer, because Sundowns is a very, very good team. Sundowns has a very tough team, a very good team. They are playing in top level. They always very close to get titles. So Sundowns is a good team. But we are going to do our best in the game in Cairo to qualify to the final. الإجابة بسيطة جدا. Sundowns فريق قوي جدا. فريق Sundowns فريق قوي من أحسن فرق في أفريقيا. دائما بينافس على البطولات، بيلعب في توب ليفل، في ليفل عالي، في مستوى عالي دائما. لكن رغم كده إحنا طبعا إن شاء الله هنعمل كل ما في وسعنا في ماتش العودة إن إحنا نتأهل النهائي. The last question for the coach there at the back. Jabulani from News 24. My question to you, coach, is what makes Al Ahly such a difficult team to break down in Cairo? Because I mean, the team losing away is not something dramatic, but they always tend to find a way to come back in the return leg in Egypt. Ja, ich glaube, das ist für jede Mannschaft, die zu Hause spielt, ist Sundowns eigentlich auch, dass man sich dann auch zu Hause fühlt und dementsprechend noch mehr aus sich raus holt. Die Fans sind hinter einem, sie unterstützen einem und das gibt natürlich zusätzliche Power, dass man noch mehr aus sich rausholen kann. Every team playing at home is stronger. You feel at home, and that's why you can do more. You have more power, especially with your fans at home. They are supporting you. They are giving you power then to do more. Exactly like Sundowns at home is also a big team. So every big team at home is always tough and strong. Thank you, coach, and wish you all the best in Cairo. Thank you. كابتن عادل، نتطرق الاول للكلام اللي قاله المستر كولر في المؤتمر الصحفي. اتكلم طبعا عن الاخطاء التحكيميه
وان انا كان ليا طبعا اكيد ركله جزاء لبيرسي تاو واضحه جدا وعن اخطاء الحكم طوال المباراه. اتكلم على الشوط الاول ما بانش الفريق ان كان عنده شرسه هجوميه وقدرات هجوميه ما طلعتش الشوط الاول بالنسبه للفريق النادي الاهلي. اتكلم هو مع اللعيبه بين الشوطين ولكن للاسف الجول جه بدري الشوط الثاني. ولكن ابتدينا نخش في اجواء المباراه ويعني اعتقد ان مستر كولر عنده قناعه ان بنسبه كبيره ان النادي الاهلي قادر على التعويض هنا باذن الله رب العالمين. هو اول حاجه عايزين نتكلمها انه بغض النظر عن اي اداء الحكم لازم يديك حقك تماما في معطيات التاهل اصلا. يعني انت لو كانت اداك ضربه الجزاء اللي هي الحقيقيه اللي جت في الدقيقه 90 دي كنت ممكن تجيبها جون وتتعادل وتيجي هنا اهدى وافضل واحسن. لكن خلينا نتكلم على المستر كولر اتكلم فيه قال ان احنا انضبطنا دفاعيا الشوط الاولاني وهم ما كانش عندهم خطوره. احنا قلنا الكلام ده قلنا ان النادي الاهلي كان افضل دفاعيا ولكن هجوميا ما كانش ليه شراسه هجوميه خالص في الشوط الاولاني وخلصت انت الشوط بالتعادل. الشوط الثاني حتى كمان اتكلم على انه الهدف اللي احرزه سان داونز احرزه بخطا من باص اللي هو مروان عطيه خطا من باص والاخطاء بتاعه المباريات اللي هي خارج ملعبك لازم يبقى كان زي ما اتكلمنا ان لازم يبقى عندك يقظه لا عندك حته الصبر عندك حته انك انت ما تخطاش كتير عندك انك طول الوقت لازم تبقى صح لان دي مباراه اولى. المباراه الثانيه يعني الافضل انه كان لعيب ممكن يشوطها من 30 يارده تروح في حته ما اقوى لكن بيتكلم على خطا اللعب. انا بكلمك على مستر كولر لما اتكلم الاخير اخر حاجه مستر كولر بيتكلم فيها بيقول لك ان فرقه بما معنى كلامه ان فرقه في المتناول انت تقدر تكسبها وتقدر ترجع تاني وتاخد بطاقه التاهل. المهم في الامر ايه؟ انك انت لازم لما يجولك لازم تبدا وتعمل الطريقه الامثل انك انت تعوض مع الحفاظ على الحته الدفاعيه تكون لانه مش الفرق الساذجه بتاعت افريقيا السمراء اللي هي يمكن جنوب افريقيا بيلعب كره حديثه انا قلت لك فمش هتبقى عندهم من السذاجه ان يقدر هيهاجمك او هيدافع كتير طول الوقت. هو عنده مرونه عنده تكتيكس كويس عنده خطوط جيده فانت لازم تقابلها بطريقه افضل واجمل واحسن. انت عندك عناصر اكيد هتستخدمها هنا ما استخدمتهاش في المباراه الاولانيه ومنهم مثلا لما رجليه تبقى سليمه امام يقدر يلعب كهربا في هداف وهداف كبير يقدر ان هو يحرز اهداف ويقدر ان هو يشتغل كويس كهربا ده كمان عنصر وعنصر جيد جدا انك انت تلعب بيه. بس هو المهم هنا وفي سؤال هنا كابتن ايمن عايزين نساله هل هنا هنلعب 4-3-3 ولا يعني احنا لعبنا بره 4-2-3-1 دي هنتكلم فيها لما نجي نتكلم على مستر كولر وفكره المباراه اللي جايه. يعني يبقى هنا لازم تحضير لمباراه سان داونز. هو كلم صاحب المناسبه بالمناسبه هو كلم برضه في المؤتمر قال ان مفيش وقت بين الماتشين احنا دوبك هنلعب بعد يومين وهيشتغل فيديو بالظبط هو هيشتغل نظري اكتر منه هو عملي. لا هو بص يا كابتن هو انت قريت ال 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 العناصر بتاع سان داونز خطورتها فين قوتها فين. يعني انا من رؤيتي للمباراه ان فرقه سان داونز خطورتها لو انت هاجمت بدون توازن دفاعي هتبقى عندها خطوره جامده قوي لانهم عندهم مهاره. ايوه المهاره اللي عندهم انك انت لو ضغطت عليه في الحته الدفاعيه هيغلطوا وتقدر تجيب جول. انت لو فاكر المباراه بتاعت 2-2 هنا لما كانوا سبقوك 2-1 سوري سبقوك 1-0 وبعدين انت جبت التعادل وبعدين حسين الشحات جاب لك الهدف الثاني. الدور اللي هيلعبه حسين الشحات كمان مع كهربا ومع امام عاشور هيحولك دور هجومي 100%. وانا متخيل ان النادي الاهلي في الوقت الحالي في المباراه الثانيه من اهم المفاتيح اللي يقدر يكسب بيها سان داونز الثلاث لعيبه اللي بكلمك عليهم ان شاء الله باذن الله. احنا هنتكلم فيها دي كهربا وامام عاشور وحسين الشحات. انت حطيت الفرقه بس احنا انت سبقتنا بس هنتكلم فيها بعد كده ان شاء الله. وبيرسي تاو وراس حربه. طيب هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل كابتن احمد فوزي
حارس مرمى النادي الاهلي السابق للحديث عن اداء حراس المرمى الليله. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بكابتن احمد فوزي حارس مرمى النادي الاهلي السابق. منورنا ابو حميد. حبيبي يا كابتن، ربنا يكرمك، انتوا اللي منورين الدنيا كلها. الله يخليك كابتن. قول لي عايز تبتدي منين وانا معاك. هنبتدي من اللي حصل في المباراه. طيب المباراه الى حد ما كانت سهله على الحارسين، يمكن سهله على حارس صن داونز اكتر من الشناوي. لو ما نشوف الحالات نستعرض الحالات، انا هستعرض حالات الشناوي الاول وبعدين ارجع للحالتين اللي انا جبتهم لحارس صن داونز. الحاله الاولانيه على ما اعتقد كانت في الدقيقه 30، كره معموله لونج باص في قلب السكس يارد، عدت رامي ربيعه لعبها بدماغه الراجل والشناوي اتعامل معها بالعكسيه كويس جدا 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 وقدر يطلعها. اعتقد هي دي تأهيدي، قدر يطلعها بكل سهوله. المسافه كانت بعيده ولكن تركيزه كان عالي فيها. يمكن صحيح الراجل بيلعب من على نقطه البنالتي والدنيا هتبقى صعبه، ولكن الحمد لله التعامل بتاعها كان جيد جدا. لما نيجي بعد كده الحاله اللي بعدها، وانا بقول لحضرتك المسافات بعيده ليه، من الدقيقه 30 لحد الدقيقه 3 في الوقت بدل الضايع، الكره اللي محمد عبد المنعم قعد يحجز عليها، وده اللي اتكلمنا عليه في الماتش الاولاني بالزبط. الماتش اللي فات بالظبط، وقلنا ان مفيش تفاهم بين عبد المنعم خصوصا والشناوي. برضو نفس الحاله من اول التحجيز ده يا كابتن، انا كحارس انا هثبت هنا وبعدين نكمل. انا كحارس مرمى اول ما اشوف السرد باك بتاعي بيحجز على الراجل اللي جاي وسايب الكوره، هعمل ايه يا كابتن ماهر بما ان حضرتك سرد باك؟ هعمل ايه كحارس مرمى؟ يعني مش هتقدم، مش هخش، لا هعمل حاجه من الاثنين. يا هروح اترمي من مكاني، لا ارجع لي الصوره اللي فاتت معلش. برضك المدافع قريب منه. انا ما انا هقول لحضرتك اهو، انا هعمل حاجه من الاثنين. يا هكلمه، لازم اكلمه اقول له شيل، واقول له واحده شيل يا شيل بالظبط، شيل عبد المنعم شيل الثانيه، هطير من مكاني هنا عشان اخد الكره وهو بيحجز على المدافع بالظبط. طيب هو عمل ايه بقى؟ يا احمد نعم يا كابتن، هو اقرب لعبد المنعم حطها في سكتها. انا دلوقتي انا بقول لحضرتك هو دماغ بيحجز، المفترض انا كحارس حاجه من الاثنين، يا هتكلم اقول له شيل، يا اما هطير من مكاني لان المسافه دي 3 يارد. جسم الشناوي مع تراي يعدي 3 يارد او 4 يارد، برضه جسم الشناوي يعدي ال 4 يارد بتراي، هيعمل ايه؟ يا يطير من مكانه ويروح ياخد الكوره ويكنس الاثنين المدافع والمهاجم ويبقى استحوذنا على الكوره، يا اما بلغه الكلام هيقول له يا عبد المنعم شيل وحشي شيل. ده اللي عارف. انما هنا الشناوي تردد، ولا هو اتكلم ولا هو طلع وعمل ايه؟ خد خطوه قدام وبعدين وقف، وخد خطوه قدام. طبعا احنا لو معانا ماتيريال، لو معانا ماتيريال هتشوفوا ان الشناوي خد خطوه وثبت، وخد خطوه وثبت، كل ده بيدي لعبد المنعم ايحاء انا مش عارف هيطلع ولا مش هيطلع. فعدم يعني كلامك بيقول ان الشناوي هو اللي ياخد القرار في اللعبه دي. ما انا قلت يا كابتن لازم الشناوي اللي ياخد القرار، هو اللي شايف، وفي نفس الوقت هو شايف ان عبد المنعم بيحجز، هيقول له شيل شيل يا عبد المنعم بس خلاص شيل خلصت، هاخد من مكاني قرار يبقى هاخد الخطوه واعمل تراي. انما هو بياخد خطوه ويقف وياخد خطوه ويقف، فده بيدي برضو ايحاء لعبد المنعم لا ده هيطلع لا مش هيطلع، فبيبتدي التردد يحصل لحد ما وصلنا ان الراجل ضغط على عبد المنعم لحد هنا. الكلام ده مثلا نقول ثانيه وشويه، الشناوي ما خدش قرار، وعدم اخذانه للقرار ده كان حاجه سيئه جدا. بس هو بقى اتصرف في الاخر بعد كده ايه، ان لما الكره رجعت له من رجل عبد المنعم مسكها ولعب، ما مسكهاش يعني داس على الكره برجليه وشاط واحده. انما انا بتكلم في التفاهم ما بين عبد المنعم وما بين الشناوي، دي كانت برضو حاجه لتاني مباراه متكررة على التوالي بتحصل بنفس الطريقه. الحاله اللي بعد كده دقيقة 46، بص يا كابتن دقيقة 46 أول دقيقة ونص في الشوط الثاني، كورة متشاطة. وأنا ليه جايب دي؟ هي بس أنا عايزها تبان شوية. أنا ليه جايب دي؟ بص هنا الشناوي فارد إيديه إزاي؟ الحالة اللي قبل الهدف بالذات أنا جايب دي عشان أوريكوا هنا الشناوي فارد إيده قد إيه لحد ما إيده عدت العارضة وخلت الكرة تعدي بره العارضة. نشوف بقى حالة الهدف اللي إحنا هنتكلم عليه. حالة الهدف هنا أنا جايب دي برضو، الكرة لسه في نص السكة. الشناوي هنا إيه المشكلة؟ إنه مرحل يمين شوية، طب عشان زيادة. يعمل هو كان واقف في النص مش شايف الكورة، لا ارجع لي معلش خليك معايا بس للآخر وبعدين نبقى نتكلم. هنا الشناوي مش شايف الكورة وهي بتتشاط، لما راح مروان يضغط الشناوي ما كانش شايف الكورة، فعامل إيه؟ عايز ياخد خطوة ناحية اليمين عشان يشوف الكورة. فبقى جسمه كله ناحية اليمين، التمركز هنا بص حضرتك أي حد هنا التمركز على رجله اليمين، على رجل. طيب عشان يترمي يعمل إيه؟ لازم يرجع يثبت وبعدين يعمل تراي برجله الشمال.
طيب هو ايه الكره كانت سريعه راح عامل ايه اضطر يعمل تراي بالرجل العكسيه معلش ارجع لي سنه صغيره عشان اشرح دي اضطر يعمل تراي بالرجل العكسيه البعيده فالتراي بالرجل العكسيه ما بيخليكش تاخد مسافه كبيره وضعيفه وما بتخليكش تاخد مسافه كبيره اخرك هتاخد يارده ونص ياردتين فعمل ايه لما الكره تيجي الشناوي مش طار الشناوي وقع مكانه تاني الشناوي وقع مكانه ويعني ايوه هنا بالظبط هو ما قطعش مسافه هو كل اللي عمله انه طلع في مكانه الاصعب بقى ان الكره وهي رايحه في الجون لم ايده صح طيب هو لم ايده ليه يعني هنا تحسه فارد ايده لما الكره تقرب منه كمان كشه هو كش ايده ولمها طب ليه عشان هو خلاص هو عارف ان هو طلع يعني اوت اوف بوزيشن وان هو بيترمي بالرجل العكسيه فلما تترمي بالرجل العكسيه كده كده غصب عنه انت لما حد بيمشي كده وعايز يرجع الناحيه الثانيه بيقع ده شيء طبيعي فهو حس انه مش هيلحق فراح كشش ايديه انما ده خطا انا وريت حضرتك الكره اللي قبلها على طول وقدر يفرد ايديه وكل حد ما الكره طلعت اوت ولكنه كان متابع للاخر هنا كش ايديه ولو ما كانش كش ايديه كان اتعامل مع الكره احسن أي. دي الحاله اللي بعديها الحاله اللي بعديها في الدقيقه 69 لخبطه من اكرم توفيق كره جت في رجليه راحت للمهاجم طلع قفل على المهاجم بطريقه 10 على 10 على 10 قفل السكه عليه وقفل عليه كل زوايا التمرير ولا يعرف يرقصه ولا يعرف يحطها في اي حته وقفل عليه كل حاجه عشان كده الكره جت فيه ورجعت له تاني وكان التعامل معاه هايل جدا في بعد كده الدقيقه ما في يعني هنا الدقيقه 75 لا طيب ماشي خلينا في دي الاول دي كده حالات الشناوي خلصت واللي انا عايز اقوله على الشناوي قبل ما اتكلم على الحارس ان الشناوي لما تيجي تتقيمه النهارده من وجهه نظري يعني اديله 8.5 من 10 الناس هتشيله الجون شيء طبيعي هو حارس ولازم يغلط لما يجي عليه 5-6 فرص يغلط واحده فيبقى خسران 15% يعني نسبة نجاح 85% إذا الراجل عمل اللي عليه تالت ومتلت إنما اللي أكيد هديله فيه 7.5 بقى أو بمعنى صح هنزله هو عدم التعامل مع محمد عبد المنعم في أو مش عبد المنعم يعني عدم التعامل مع خط الدفاع في الكلام بتاعه دي اللي ممكن تنقص درجاته بالنسبة لي لأنه هو تحت التلات خشبات انا شايف انه ماشي 10 على 10 ولكن الحديث ولغه الحوار ولغه التفاهم بينه وبين السردباكات بتاعته دي اللي هو هو ده صحيح على فكره بس انا يعني انا برضو متاكد لان الموضوع ده متكرر لكده اكيد هم اتكلموا اكيد مستر كولر اتكلم فيها أكيد. بس انا كحارس مرمى انا برضو انا معاك ان الشناوي لازم يتكلم في الاول بس انا بتكلم ان الشناوي بيفكر ممكن بطريقه تانية هو مش عارف منعم هيعمل ايه فهو خايف ان هو يطلع يوم منعم واخد قرار مره واحده الجول يفضى يبقى جول فاضي لو منعم اخطا والشناوي اخطا اكيد الكره جول سهله قوي هو انا مع حضرتك تماما يا كابتن في اللي حضرتك بتقوله بس انا برضو ارجع اقول لحضرتك زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت انا كحارس واجبي رقم واحد التوجيه والكلام صح لان انا شايف اكتر عبد المنعم مش حاسس مزبوط. حاسس بالمهاجم اللي في ظهره انما مش شايفه زي رؤيه الشناوي للاعب هو اللي ليه رؤيه كامله احمد هو فضل قانون الجزئيه دي في مبادئ الدفاع للمدافع في منطقه ال 18 شيل طول ما انا قريب مني الخصم قرار التشتيت صح انا بقى انت قلت لي ما قلتليش انا معاك شخصيتي انا بس لو حضرتك ولو حضرتك بقى كمدافع مستنيين ان انا اطلع كجول يبقى ايه الحل؟ المشكله ما هو في الحته دي صعبه يعني انا عايز اقول لك ان دي واجبات المدافع واجبات اساسيه للمدافع في المنطقه دي طبعا واخد بالك الثقافه بتقول ان انا مش هعتمد على الحارس يقول لي ما اقوليش انا الكره في استحواذي انا كرة مني عندنا القرار بس القرار هو فيها كابتن ماهر واخد بالك الامان اللي بدي ثقه للحارس وبدي ثقه في نقطه بقى. في نقطه كابتن ماهر كابتن احمد في نقطه مهمه جدا في الوقت الحالي انت المفترض انك انت اخر واحد في الملعب هو حارس المرمى فحارس المرمى هو اللي شايف مش المدافع يعني انت كناحيه تدريبيه احنا بنقول للحراس ايه والمدافعين حارس المرمى اللي يتقال حتى لو غلط يتنفذ بمعنى ايه بمعنى ان انت بتدي لحارس المرمى الحريه اللي يقول لك شيل او لو ما اتكلمش يبقى الموضوع في حاجه يبقى لازم يلعب تاني ولازم يشتغل السرد باك ممكن يكون هيسيبها لكن المفترض ان الشناوي يدي قرار نهائي في الامر هو اللي يفصل لانه الفرق الكبيره زي النادي الاهلي عايزه تبدا بسرعه ما عندهاش الحته بتاعتها يا كابتن ماهر ان انا اشيل لان انت دائما بتلعب على المكسب
فممكن يقول لك ايه، في فرق يقول لك زي فرق الدوري الانجليزي كلها، لما بيوصلوا الحته دي حته التشتيت بالنسبه لهم بتبقى صعبه، بيبدا الحارس يبدا الباص وبيبدا التحرك يبدا كده. انا في رايي انا ده عادل لو هو المسافه اللي بينه وبين المهاجم بعيده بغض النظر الهجمه صح، بغض النظر الكابتن مالك، بس انا مع احمد في ايه، انه صاحب القرار اول والاخير حارس المرمى. نكمل يا كابتن احمد. كده خلصنا حالات الشناوي، نخش على الحالتين اللي انا جايبهم لحارس صن داونز. قلت لحضرتك ان هو قبل الهواء ان هو ناحيه الشمال بيعرف يتعامل كويس جدا في الكروسات، انا هوريك تمركزه في الكروس وبقارنه بتمركز الشناوي بعد كده. الحاله الاولانيه في الدقيقه 4:30 او الدقيقه 5 تقريبا من الشوط الاولاني، فاول للنادي الاهلي، علي معلول بيرفع الكوره، هو موقف خط ظهره على خط البنالتي. هي كابتن قبل يعني قبل ما علي معلول يخش كان الفرقه دي كلها واقفين على خط البنالتي، وهو واقف فين بقى؟ عند 5 يارد عشان يدي نفسه مساحه لما يجي تتلعب الكوره ياخدها. صح. يبقى في مساحه كبيره قوي يطلع انه يتحرك وياخد الكوره، عكس الشناوي في الحاجات اللي زي دي بيعمل ايه؟ يبقى برده واقف على خط الجون. بيبقى رجع ورا. طيب الشوط الثاني كوندا، الكوره دي من هنا، الشوط الثاني الكوره في كروس بس انا ما عرفتش اجيبه، في كروس من ناحيه شماله، هو علي معلول عمله كان فاول برضه، طلع بالبوكس بالعافيه يا دوبك لمس وعدت الكوره، فالتعامل بتاع الناحيه الشمال عكس الناحيه اليمين خالص 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 مع ويليامز. الحاله دي زي ما قلنا برضه انه بيحتفظ بالكوره زياده عن اللزوم قبل الهواء، واحتفاظه بالكوره هنا لو كان ضغط تاو كويس ومعاه موديست اعتقد الكوره دي كانت ممكن تسفر عن هدف، وده خطا متكرر من الحارس. صح. ويليامز، ولازم نلعب عليه هنا لان هم هيجوا هنا كابتن هيلعبون على حاجه مهمه جدا، ان هم ان احنا بنهاجم فهم هيستحوذوا ويلعبوا في ظهرنا بطولي، فهيبقى الاساس فيها ويليامز، عشان كده لازم نضغط عليه من بدري. واعتقد يعني دي اخر حاجه عن حالات حراس المرمى. شكرا جزيلا يا كابتن، شرفتنا يا كابتن، شكرا. ماشي اتفضل يا كابتن عادل. يعني اخر حاجه اللي انا عايز اقولها قبل ما نتكلم على المباراه، وانت حضرتك قلت لي ان احنا نتكلم على التشكيل والحاجات دي بعدين، انك انت بالاداء والشكل بتاع اليوم النتيجه في سباق المباراتين، النتيجه بالنسبه لنا احنا دايما ما لما بنتغلب عمرنا ما قلنا مرضيه، لكن انا بكلمك في مجموع المباراتين افضلها ان هي يعني مش هزعل عليها قوي، لاني في المتناول يعني في المتناول انك انت تقدر ترجع وتقدر تشتغل. مستر كولر اتكلم فيها بصوره جيده وعنده ثقه انه ممكن يرجع. طيب كابتن ماهر، يمكن كابتن شريف واحنا بنتفرج قال لي ان الفرقه بتاعت سان داونز هتبقى اخطر من الماتش دوت على ملعبها، وعن تجربه احنا شفناه في المباراه. هو اللي قال كده، وهو قال كده. انت اللي قلت كده. وعن تجربه احنا شفناها ان هم عندهم سيستم هم بيلعبوا بيه داخل جنوب افريقيا وخارج جنوب افريقيا، ما بيتغيرش الشكل اللي احنا شفناه النهارده طوال 95 دقيقه بيلعبوا بهذا الشكل. لكن انا عايز اقول ده لو لعبنا بنفس السيستم لا هيتغير، هيتغير. انا معاك ممكن يكون كده، بس لو احنا لعبنا كده هيتغير استراتيجيه من ناحيه التشكيل رقم واحد من الاول، واضح الضغط على الخصم اللي احنا اتكلمنا كلنا اجمعنا ان هم عندهم مشاكل في حراسه المرمى من ناحيه التعطيل والبطء في بدايه الهجمه، واخطا هنا كمان في مباراه 2-2 وقدرنا نستغل، وهنا برضك يمكن بتستاو مع موديس لو قدرنا كنا نضغط اكتر من كده كنا نقدر نستغلها بهدف. فهم عندهم مشاكل في خط الظهر طبعا. مستر كولر المباراه دي هيتابعها بشكل كبير جدا وهيشوفها اكتر من مره عشان يشوف الاخطاء ايه ويشوف المميزات اللي موجوده عليها جنوب افريقيا من ناحيه الاستحواذ، من ناحيه التحرك من غير كوره، من بس ناحيه هو اتكلم في حاجه مستر كولر بعد المباراه في المؤتمر، وقال لك احنا بدانا في بدايه المباراه بدانا كويس على المستوى الدفاعي، في الشوط الاول كنا كويسين، ولكن على المستوى الهجومي لا ما كناش كويسين، كنا غايبين. السبب ايه؟ السبب نفسي يعني، السبب نابع من جوه اللعيبه، لان انت بدات الماتش 6-7 دقائق لا انت افضل، حتى احنا قلنا ايه؟ احنا فوجئنا بالبدايه دي. فالسبب ايه؟ هو اللعيب من نفسه في حاجه نفسيه، الكلام بتاع اللي قبل المباراه هل اثر في بعض اللعيبه شويه ولا السبب ايه؟ بص يا امان، انا عايز اقول لك ان احنا في الاستوديو اللي فات قلنا ان الاهلي هيلعب بطريقه 70%
المدافع بيقرب خطوطه، و30% كويس في الجانب الهجومي. ده التوازن اللي خارج ملعبك، ان ماشي. الشكل ده هيتغير داخل ملعبك، هيبقى بنتيجه 70% هجوم و30% دفاع عشان عايز اكسب بس. ماشي خلاص، بس احنا الشوط الاول ما كانش لينا سبع دقائق ان يجوا هجوميا. احنا كلنا كمان واحنا بنتفرج كنا مبسوطين قوي من السبع دقايق الاولانيه، ليه؟ كان واضح ان احنا قريبين خطوطنا من بعض، واحنا فاجئناهم وبختناهم بالضغط عليهم من الامام بالظبط. فده برضك من ضمن الحاجات اللي كنا نتمنى ان هي الموضوع ده يزيد، يعني زي ما احنا قلنا تقسيم المباراه في الاستراتيجيه، ممكن ربع ساعه اهاجم بضغط وممكن ربع ساعه احافظ على خطوطي ثلاثه في حاله الدفاع. لكن عايز اقول لك من ناحيه التشكيله، طبعا احنا اتكلمنا وقلنا في بعض العناصر النهارده كانت ممكن تبقى مؤثره زي حسين الشحات. حسين بقى له فتره طويله جدا بصراحه بيأدي بشكل كبير. رضا شفناه في حته الجناح وحته انه بينقل الفرقه بشكل كبير. احنا كل اختلافنا بس ان عدم وجود كهربا كراس حربه البديل بيبقى اضعف او اقل، يعني مش عايزين نقلل من قيمه لعبتنا لكن اقل نسبيا. لكن احنا اجمعنا ان ممكن تاو يلعب في الحته دي كراس حربه، عنده حته التسليم والتسلم، عنده محطه يقدر يسند عليها، عنده اختراقات بيقدر يخترق قلبي الدفاع. فدي حاجات كانت ممكن يحصل فيها مرونه تكتيكيه من مستر كولر. لكن برضك احنا مش عايزين نحكم لان هو برضك اللي موجود في المطبخ وهو اللي عارف اللعيبه وعارف امكانيات اللعيبه. لكن عايز اقول لك نفس السيناريو يا ايمن اللي هم بداوا بيه سان داونز في جنوب افريقيا، هو نفس السيناريو اللي هيقوموا بيه في مباراتنا يعني مباراه العوده. هيلعب الاهلي بنفس الاسلوب اللي لعب بيه النهارده. ده اسلوب هو خلاص يعني متعود عليه وحفظه وبيبان خارج ملعبه وداخل ملعبه بهذا الاسلوب. ممكن على استحياء ان هو يقدر يامن برضه يقرب خطوطه في بعض الفترات. ما انت الاستراتيجيه ايمن خد بالك فيها تطوير بشكل كبير جدا تكتيكيا. فهو الراجل برضك هيبدا يقول لك ايه، انا ممكن اروح القاهره او ربع ساعه ابدا اقرب خطوطي وما غامرش لحد ما اشوف ايه اجواء النادي الاهلي. ايه النادي الاهلي طبعا هيضغط عليا من اول المباراه في استاد القاهره، الاستاد المرعب بالنسبه لكل اللعيبه الافارقه. خد بالك جماهيرنا كمان اللي بتعمل دافع. بمناسبه النقطه دي يا كابتن، نتمنى هو النادي الاهلي طلب الساعه الكام، نتمنى ان شاء الله من الجهات المسؤوله الموافقه على الساعه الكام. يعني احنا بنتكلم على ان النادي الاهلي من قبل نتيجه مباراه اليوم او من قبل مباراه اليوم النادي الاهلي اتكلم عن الساعة الكاملة لاستاد القاهرة إن شاء الله يوم المباراة القادم بإذن الله اللي هو يوم الأربعاء القادم. فنتمنى من الجهات المسؤولة الموافقة على طلب النادي الأهلي، يعني هتفرق كتير جدا 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 مع لعيبة النادي الأهلي. وبعدين سلاحنا كمان والضلع اللي مؤثر معانا جمهورنا. صح. يعني انت لما يبقى في 60,000 موجود داخل استاد القاهره بيعمل ربكه ورعب جامد جدا لسان داونز او الفرق الافريقيه اللي بتقابل النادي الاهلي. صحيح. فدي برضك من ضمن الحاجات اللي احنا بنقدر نتكل عليها ونقدر نعتمد عليها. مظبوط. ده مش جماهير النادي الاهلي بس يا كابتن، يعني ده جماهير مصر، لان مصر النادي كلها الاهلي لأن هو بيلعب باسم مصر في البطوله دي. بالظبط ايمن، انا معاك ان النادي الاهلي بيلعب باسم مصر في هذه البطوله. ويهمنا جدا كمان ان احنا يعني نتخطى سان داونز باذن الله عشان نقرب من البطوله، لان انا بعتبر ان سان داونز يمكن اقوى الفرق اللي بتقابلنا في هذه المجموعه. لكن احنا قادرين ان شاء الله في القاهره نقدر نحقق نتيجه ايجابيه ونروح للدور النهائي ان شاء الله باذن الله رب العالمين. هنروح لفاصل، بعد الفاصل نستقبل الزميل العزيز ايمن جلبرتو محلل الارقام والحديث عن ارقام مباراه اليوم. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بزميلنا العزيز ايمن جلبرتو للحديث عن أرقام المباراة. طبعا هارد لك للنادي الأهلي. للأسف رقميا ما نقدرش نقول إن الأرقام كانت لصالحنا. على فكرة في بعض الأحيان ممكن الأرقام ما تبقاش لصالحك وتقدر تكسب أو تطلع بنتيجة إيجابية. ممكن اللي اتفرجوا على مباراة الكلاسيكو كان يشوف برشلونة استحواذ سيطرة محاولات كل حاجة وريال مدريد هو اللي كسب في الآخر 2-1. لكن للأسف المباراة دي من المباريات نقدر نقول رقميا سيئة للنادي الأهلي، رغم ان المدرب او نحاول نقول المدرب واللاعبين حاولوا ان هم يلعبوا باسلوب مختلف عن المباريات اللي فاتت لتدارك فكره ان انت يخش فيك اهداف مبكره. يمكن دي اول مره ممكن نتكلم ان النادي الاهلي يطلع من فتره كلين شيت شوت اول في جنوب افريقيا.
لكن للأسف جميع مبارياتنا في جنوب أفريقيا أمام سان داونز بنستقبل فيها أهداف. يعني حتى لو بنتكلم على 2001 في النهائي استقبلنا هدف، في 2007 مع مانويل جوزيه كنا كسبانين 2-0 وتعادلوا هم معانا 2-2. بعد كده المباريات اللي هي في الفترة الأخيرة كلها في جنوب أفريقيا بنستقبل فيها أهداف. آخر 5 مباريات للنادي الأهلي أمام سان داونز للأسف ما قدرناش نحقق فيهم الفوز، وده برضو رقم سلبي نتمنى ان احنا نتداركه في المباراة القادمة. الخسارة زي ما حضرتك قلت 1-0 يعني ما تعنيش كتير، هي خسارة في الاول وفي الاخر، ولكن مباراة الاياب تقدر ان انت الامور بتاعتك تبقى افضل من كده بكتير. ممكن نخش على طول على احصائيات المباراة سريعا كده ونشوف ان فيها رقمين مهمين اللي هم بنتكلم على فكرة الاستحواذ. طبعا دي هنا في الاول بنتكلم بنشوف الاخطاء، طبعا اتحسب علينا اخطاء 12 خطأ مقابل 7 سان داونز. طبعا التحكيم كان عليه علامات استفهام كالمعتاد في المباريات الاخيره في افريقيا. ركلات الركنيه، وهنا ده برضه بيبين لك الحاله الهجوميه للنادي الاهلي ان هو ما قدرش ان هو يوصل كتير ان هو يحصل على ركلات ركنيه، خصوصا ان اخر هدفين سجلنا في الماتشين اللي تاهلنا فيهم من جنوب افريقيا في هدف جبناه من ركله ثابته اللي كانت ركله ركنيه ياسر ابراهيم لو نتذكر، وقبليه علي معلول كان جاب كره من فاول في مباراه فايلر. مظبوط. التسللات 2-2 ويمكن دي كانت في اخر المباراه تحديدا، في الاول ما كانش الفرقتين ما بيلعبوش على التسلل. هنا المحاولات، سان داونز عملوا 12 محاوله على المرمى، لكن المحاولات الصحيحه اللي بين الثلاث خشبات هم 3 اللي دخلوا منهم الكوره في الكوره بتاعه العارضه اللي في الاخر النادي الاهلي، هي محاوله واحده اللي هي بين الثلاث خشبات بتاعت محمد مجدي قفشه والمحاولتين التانيين في اخر المباراه. لو هنكمل بقيه الاحصائيات بتاعتنا في المباراه، بص هنا الاهداف المتوقعه برضو من الفرص هم سجلوا من نقدر نقول نسبه كان ليهم هدفين، الفرص بتاعتهم حققت هدفين متوقعين جابوا هدف، احنا طبعا ما فيش خالص. صناعه الفرص الفرق واضح. الاستحواذ، هنا الاستحواذ النادي الاهلي في اول 5 دقائق كان فكره صح. الاستحواذ عالي، لكن بعد كده كل الامور راحت لسان داونز، فهنا كانت هنا مشكلتنا. ايه مشكلتنا؟ احنا بنفقد الكره بسرعه، لما حتى بناخد نستعيد الكره من سان داونز اللعيبه ما بتلاقيش بعض ان هي تعمل نقلات كتير تهدي بيه الريتم. عشان كده شفنا ان سان داونز في الشوط الاول في فترات كتيره كان يعني معاه الكره وبيجري بسرعه، احنا اول ما ناخد الكره يا اما بتتقطع يا اما بيبقى فيه الكره معانا بشكل كبير فتتقطع برده او بترجع علينا تاني. بالظبط، فامر صعب. هنا برده التمريرات، النادي الاهلي متعود في الفتره الاخيره ان نسبه تمريراته بتبقى اعلى من كده بكتير، فهنا واضح جدا ان لاعبتنا رغم ما اعرفش ده ممكن يبقى تاثير الامطار يبقى تاثير ايه انا ما اعرفش. انا برجح ان هو قلق نفسي اكتر من اي حاجه تانية. يعني مفترض ان احنا عندنا خبرات اكبر من كده يا كابتن، فهي دي حاجه لازم تدرس، لان احنا برده حتى لو بتلعب سان داونز في ملعبه يعني النسبه بتاعه التمريرات الصحيحه قريبه، لكن النهارده بص هو عامل 600 عامل علينا 600 تمريره واحنا يعني باين ان احنا ما في يعني لا هي بتبقى من بعد الخطوط عندك وقرب الخطوط عنده. بالظبط كده، ده كان واضح جدا بيتفسر كده. يعني قفشه لما ياخد الكوره ما بيلاقيش حد مثلا أيوة يمرر له عشان عندك تباعد بين الخطوط، لكن بالنسبه لفرقه سان داونز عندهم تقارب في الخطوط، علشان كده حتى بيلعبوا الطريقه الهرميه اللي تقدر تلاقي 1 و2 و3 يباصوا. النادي الاهلي كان الهروب من الخصم كمان ما كانتش جيده اكيد. وفي حته كمان يا كابتن انا ممكن لو يعني او لو حضرتك كنت تقولوا لي اذا كنت صح او غلط، احنا قدرنا نتعامل مع حاجه واحده هم دايما بيلعبوا بيها معانا اللي هي فكره ان هو يسحبك بعد كده يلعبك يضربك بالكره الطويله، دي هم لو عملوها مرتين، ولكن احنا كنا بنتعامل معاها بشكل جيد، فده الى حد ما نمط جيد من المدرب ان هو حاول الاستفاده من خطا المباريات اللي فاتت امام سان داونز، ولكن فضلت نفس الفكره بتاعت ان هو بيشوط عليك من بره ال 18 من ان انت ما بتضغطش عليه بشكل معين، ان هو شاط عليك 3 كور منهم الكوره بتاعت الجون بنفس الطريقه في نفس تقريبا الزاويه، فهنا برضو دي يعني هو النمط لما لقى ان النمط الاولاني عنده انت قدرت تتعامل معاه هو لجأ على طول للحل الثاني. فانت تقريبا مع سان داونز واضح ان احنا لسه مش قادرين في جنوب افريقيا تحديدا ازاي نتعامل مع هذا النمط بتاع الفريق جنوب افريقيا. والحته الثانيه جيربرتو اللي هي ما بين الباصات اللي هم اكتر منك في الباص، طريقه اللعب بين الفرقتين، الفرقه اللي بتعمل ضغط من قدام هي اللي بتحقق نتيجه اكبر في الباص، لكن احنا كنا بنلعب زون
من بعد نص الملعب، فهم عقبال لما بيوصل لك هو بيعمل عده باصات كتير، يعني باصات مش مجديه، ولكن هو على كده بيبقى اكتر منك في الباص لانه بالزبط. بينقل من ورا بالظبط. ممكن نكمل بقيه الاحصائيات برده عشان ما. هنا دي برده المراوغات، يعني نقدر نقول هم النسبه بتاعتهم كبيره، يعني هي مراوغات ما كانتش كتير ولكن هم نسبتهم اكبر. الفوز بالكره هي دايما، الفوز وخساره الكره ما بين الفرقتين بتبقى يعني قريبه من بعض، ولكن هي الفكره احنا كنا بنفقد الكره بشكل اسرع من فريق صن داونز. وكان في كابتن احمد فوزي جاب لقطه دي اتكررت، لو احنا قدرنا نلعب عليها فكره ان الجون بيمسك الكره كتير تحت رجله، احنا لو قدرنا نضغط بشكل معين اكيد هنعرف نغلطهم ونخليهم يرتبكوا في صحيح. المنطقه دي ممكن نكمل كمان، لان احنا طبعا كل الناس قبل الاستوديو كانت بتسال محمد مجدي قفشه على وجوده، هو عمل مباراه يعني جيده وفقا لاداء الفريق، ما نقدرش نقول ان هو كان عمل مباراه سيئه، ولكن هو ما كانش كان مفترض الفكر ان هو اللي يعمل التحولات بتاعتك، لكن لان مروان عطيه واقف رقم 6 اليو ديانج هو بيقدم شويه في الضغط، المفروض ان قفشه هو اللي كان ياخد الكره ويعمل التحولات لرضا وبيرسي تاو وصلاح محسن، ولكن زي ما حضرتك قلت كده تمركزاتهم ما كانتش بتساعد في هذا الامر. يمكن دي ابرز ارقام قفشه في المباراه النهارده، ان هو ياخد الكره الثانيه ككره دفاعيه وخد استحوذ على الكره او فاز بالكره 8 مرات منهم 4 بول ريكفر، فده رقم جيد بالنسبه لمحمد مجدي قفشه في مباراه زي كده. خسر الكره مرتين تحت ضغط، نسبه التمريرات بتاعته نقدر نقول جيده، هو عمل المحاوله الوحيده اللي على المرمى للنادي الاهلي نقدر نقول في المباراه. هنخش على بيرسي تاو، لان بيرسي تاو في المجموعه اللي قدام هو برده الوحيد اللي كمل المباراه لنهايتها، وكان هنا في رقم انا برده شايف ان هو مشكله للفريق اللي هو خسارته للكره تحت ضغط. ده هنا بيرسي تاو لعيب اصلا بيعرف يراوغ، لكن هو يخسر الكره 7 مرات من 9 تحت الضغط، هنا بياكد لك ان هو كان بيلعب لوحده، يعني هو لما بياخد الكره في الناحيه بتاعته بيروح عليه 2 أو 3 لعيبه، فهو بيبقى معزول، محمد هاني بيبقى بعيد ما بيقدرش يباصيله الكره، الناحيه الثانيه اليو ديانج او قفشه ما حدش بيجي له يسنده، المهاجم صلاح محسن كان بعيد عنه، فهو على طول واخد الكره تحس ان هو لوحده، وهم عارفينه كويس فكان بيروح لواحد وبيغطي عليه واحد كمان، مركزين عليه جدا. اغلب اللعب الشوط الاول كان من على جبهه محمد هاني وبيرسي تاو، يعني بيروحوا كان في لقطات بيروح على بيرسي تاو 3 لعيبه، فهنا عشان كده ممكن الناس تشوف ان بيرسي تاو النهارده ما كانش في مستواه، لكن بيرسي تاو واحد من اللعيبه اللي النهارده الكره راحت له كتير وكان بيحاول ان هو يعمل حاجه، لكن الضغط عليه كان صعب جدا. اخيرا نقدر نقول يعني نقول له الحمد لله بالسلامه واكرم توفيق، عوده بعد نتكلم حوالي 300 يوم، اكتر من 300 يوم غياب بسبب الاصابه. هنا دي ابرز ارقامه في 28 دقيقه كتمريرات، لعب باك يمين، قدر ان هو يعمل الفوز بالكره 3 مرات، الانترسبشن بتاعه او الاعتراض الكره من المنافسين 5 مرات ان هو يقطعها منهم بس بدون استحواذ، وخساره الكره قليله. يعني احنا هنا بس بنقول له الحمد لله على السلامه لاكرم توفيق، وان شاء الله مباراة الإياب الأمور تبقى أفضل، الساعة الكاملة تبقى موجودة، النادي الأهلي يحقق النتيجة اللي تأهله للمباراة النهائية. شكرا جزيلا يا أيمن، شرفتنا، وإن شاء الله الأرقام كلها تتغير لصالح النادي الأهلي في مباراة العودة بإذن الله. هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، انتظروا. نرحب بكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، كابتن شريف، الدروس المستفادة من مباراة اليوم. أول درس مستفاد النهاردة التاكتكس، اللعب اللي انت بتلعب بيه قدام الفريق زي ده لا هيبقى مختلف في مصر، ما هو ده الدروس المستفاده. انت شفت حصل فيك ايه النهارده؟ استحواذ 67%، في مستحواذ زي ما قال عادل سلبي، انت اللي مديله الفرصه دي انك طب يا ريتك ترجع زون ديفنس عند تلت ملعب مش نص ملعب، انت حتى لو تلت ملعب مش هتديله الحريه ان هو يطلع باطرافه ولا ده، ده بالعكس انت بتنزل له تلت ملعب هيفضل يعمل الطويله برده غصب عنه. فده اول درس مستفاد، انك انت لازم تضغط عليه في جميع خطوطه، وهو استاذ في الفلسفه وفي الغرور وفي الثقه، وفي مصر هنا ياما ضغطنا عليه وجبنا جوان، ياما شطنا عليه وجبنا جوان، كل ما بيبقى عندك انياب هجوميه مع الفرقه زي دي بتحترمك كويس قوي، وما بيبقاش عندها الحريه اللي هي تبقى تلعب معاك في الملعب. فده اول درس. الدرس الثاني التشكيل والتدوير جوه الفريق وحماية اللعيبة بالاسلوب اللي انت هتلعب بيه، يعني انت هتيجي تلعب هنا 4-2-3-1 مع فرقة زي دي برضو هتلعب هنا بنفس الشكل ده؟ اعتقد لا.
هتلاقي 4 3 وجهه نظرك 4 3 3 4 3 3 وانت كده في كل خط عندك ما تملكه من فرديات انك انت تقدر تنتج في كل خط، يعني تقدر تنتج دفاعا وهجوما، لازم توفر للعيبه حمايه، توفر لنفسك انت حمايه اثناء الماتش، انك بتلعب مع فرقه مش هنتكلم على الديفندر بتوعها اللي ورا، هنتكلم على السته اللي بيلعبوا قدام. بس لازم يبقى عندك لعيب برضه في نص الملعب همزه وصل ما بين، ما بقولكش الثلاثه يا ايمن بنفس الاسلوب بيلعب نفس الاسلوب، لا ما بقولكش الثلاثه ديفندر طبعا. انت هيبقى عندك امام عاشور، امام عاشور هيبقى ديفندر؟ لا بالعكس، ده ديفندر ومهاجم في نفس الوقت، وهو لوحده لما بيبقى الحاله البدنيه بتاعته كويسه ولو سليم، ده في حاله جاهزيته ان شاء الله، جاهزيته هو هتلاقيه لوحده بيعمل حاجات، هي دي طبيعته. هو ده البلاس بتاعه، ده الايجابيات وده تميزه. أيوة. بيبقى رايح الناحيه الثانيه بوكس بوكس زي ما بيقولوا كده، او نص ملعب لغايه خط 18. احنا معانا بعض الحالات يا كابتن شريف، ممكن ناخد اول حاله، بس يا ريت تجيبوها لنا على الشاشه بعد اذنكم. ماشي، دي اول حاله يا كابتن. ده الرؤيه بتاعتهم في اللعب الكره الطويله خلف رامي ربيعه. خليني لا ودي الكره اللي استلمها في صدره. ماشي، عايز الصوره اللي قبل كده بعد اذنك، هات لي الصوره اللي قبل كده بالظبط. ماشي، الوقفه دي صح؟ الاربع لعيبه على الاثنين لعيبه، الوحيد اللي مش واقف صح مروان عطيه. الراجل بتاعه بياخد خطوتين ورايح الناحيه الثانيه، وهو واقف بيبص على الكره دي. طب الكره دي حتى لو اتلعبت وتردت للراجل اللي هو اتحرك ده ورايح ناحيه اليمين هيبقى فري، فلازم انا ابقى مع عيني تارجت مع واحد، انا مش تارجت بتاعي على اللي هيلعب الكوره. يعني كل الحكايه ديانج الوحيد اللي واقف صح، وشه للكوره، وشه للراجل اللي قدامه كويس، لو الكوره اتلعبت هيبقى خطوتين ثلاثه معاهم في الناحيه الثانيه، هو واقف بجنب مش واقف بظهره. نكمل اللعب، اتفضل. الكوره دي راحت عدت ثرو باس عادي، عدت رامي. ممكن انت ثرو باس ده تبقى انت لعيب جيد وتبعته، احنا ما كلنا عملنا ثرو باس للراجل الفيرود بتاعه، بس هم عندهم راجل فيرود بيقف صح هنا، انت ما عندكش فيرود تقدر تستند عليه بكل كرة انت بتجيلك في نص ملعبك تقدر تخرج فرقتك، بس هم عندهم الموتيف اللي انت سمحت لهم بيه ان هم يلعبوها. وعلى فكرة طول عمرهم واحدة اتنين والطويلة ده هنا، بس لما انت رجعت نص ملعبك لورا، ده انت رجعت ورا نص ملعبك كمان، مش لغاية نص ملعبك. ده انت السنتر فيرود بتاعك نزل عند الدايرة من ورا بقى بيدافع، عايز يمسك اتنين تلاتة يحلق له. طب ما سهل عليا جدا ان هو يروح عامل الكرة الطويلة دي ويعمل زيادة عادية وياخد الكرة التانية ويشوط ويعمل اللي هو عايزه. فانت مجمل الحكاية كلها النهاردة طلعت في الشكل ده بأحسن نتيجة بصراحة، 1-0 دي في ظل الأداء، نتيجة تخليك في الملعب وانت في ملعبك، اعتقد انك فرقة شرسة جدا بإذن الله، جماهيرك هتحسمك زي ما انت قلتوا، هتخليك عندك روح، وروح التيشيرت ده بيكسبك كتير جدا. أيوة. بيخليك على طول تحت الكرة في كل حتة، والكرة بتاعتك وشيء، وبتحاول محاولات كتير، وبتخليك عندك إحساس الجماهير وهي بتشدك بتجيب الجوال. أيوة. مين بقى هيلعب في منطقة ال 18 كهربا أو بيرستاو واتيفر، مين اللي هينقيه؟ إيه مستر كولر ده شكل فني خاص بيه هو، لأن هو اللي عايش مع اللعيبة وعارف الإصابات شكلها إيه وعارف الدنيا ماشية إزاي، فهو ده الحل الوحيد اللي انت ما عملتوش النهارده. ما عملتوش. ايوه، وخليت شكلهم هم سوبيريور عليك، هم مش احسن منك قوي يعني، لا ده انت لما بتضغط عليهم وبتلعب عليهم كورتين ثلاثه بيلوصوا منك. طيب في لقطه ثانيه، اتفضل. عايز اقول لك حاجه في اللقطه دي يا كابتن. انهي لقطه؟ اللي فاتت دي، اللي فاتت الاولانيه. الاولانيه طيب، فيها غلط مشترك من اتنين في خط الدفاع، محمد هاني ورا رامي ربيع. لو شفتها بص الوقفة عامل هاني ضغط يعني. اولا رامي ربيعة يعني باصص للكوره ومش شايف اللي وراه. طب خلاص رامي ربيعة خرج بره الموضوع، مين اخطر يا هاني، اللي بره ولا اللي جوه؟ اللي بره ممكن الكوره لو عدت ارجع تاني وهشتغل معاه، لكن ده كان المفترض ان محمد هاني يجي عليه يمسكه الاول عشان ياخد من قدامه. ما خافش لو رامي بس يا كابتن عايز اقول لك حاجه، انا بتكلم عادي على الوقفه بتاعت رامي ربيعه. ما هي دي، اهي هاني لو جه ماشي، هتل لو جه ما تخافش. بص يا كابتن،
هي في القلب عند نقطه البينالتي. انا موافق بس انا بكلمك. لا لا بس هو عادل كلامه سليم. هاني كان فاتح زياده بره. انا عايز اقول ان الثلاثه على فلات واحد مفروض يبقى هادي ورا الاصفر ده، لان انت الخط لما بتميل بيغطي يعني. الخط بيميل معاك. ما فاكر يا يعني ماهر لما قلت لك صلاح محسن ما يكونش موجود ويبقى ياسر ابراهيم النهارده موجود في المنطقه دي كنت هتشيل حاجات كتير. ايمن خليه يرجع الصوره تاني. كلام عادل مظبوط في ايه؟ ماشي نرجع الصوره من الاول. انت 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 الفكره اللي بعديها الفكره مش ان رامي ربيعه يبقى ماسك الراجل. لا انا شايف ان رامي صح، رامي كده صح، لان ياسر عبد المنعم ضامن هنا لازم رامي يبقى مقرب شويه. هاني اللي كان المفروض يبقى فيه خطوه كمان او خطوتين. ده اللي انا بقولها. لان لما اتلعبت من ظهر ياسر لو كان هاني قريب كان الحاجه الثانيه. انك انت يا ايمن يا عادل التغطيه من الباك العكسي لازم يبقى عامل كفرنج ورا الاصفر يعني. أيوه. واخد بالك عشان يبقى مامن. لو هي لو الراجل ده سرق رامي زي كده يبقى محمد هاني هو اللي بيخش يعمل التغطيه والميلان وبيطلع كوره او بيشتت. اعتقد الكوره دي اتكررت كمان رامي. أيوه. الوقفه بتاعته واقف على كعب رجله. علشان كده التكوف بتاعه كان اقل يعني. لو رحت شفتها كابتن ماهر طالما بتاخد قرار بالتكوف ارجع خطوه سنه، لان الكره هتبقى لو الكره قدامك وبالاخص ما فيش حد قدامك ممكن تاخد 3 4 خطوات وتشيلها. لكن لو جت وراك كان المفترض الوقفه بتاعت رامي حتى لما طلع رامي طلع عدت من فوق دماغه. خد قرار ليه انه يعمل التكوف من الثبات. انت لو كنت رجعت ورا، عشان كده كابتن ماهر احنا دايما نقول لسردباكاتنا ايه، انت لو ما شفتنيش حسني بايدك. لو انا بحس عليك كده وما لقيتك بعيد عني يبقى انا بعيد، يبقى لازم اخد متر ورا عشان يساعدني في ايه. انت خايف للكره تيجي على القريبه. لا القريبه طالما ما فيش حد انت الاسرع وانت اللي هتيجي. والحاجات اللي بالشكل ده يا عادل الافضل يبقى قدامي. يبقى انا شايفه. يعني واخد بالك عشان وبعدين تاني حاجه لازم ابصص للكوره وشايفه هو. صح. ايوه بعد كده يبقى القرار مني انا. ناخد اللقطه اللي بعدها يا كابتن. ناخد كابتن اسامه اللقطه اللي بعدها. يعني اولا خلي بالك احنا انت لو بصيت على الوقفه هتلاقي الوقفه ممكن تكون بص صح. بص لا ولكن هم بيستلموا ما بين الخطوط. لا هقول لك بس. ماشي اتفضل. وقفه غلط في ايه؟ ماشي. بص بيرسي تاو مروان قفشه هو منعم وش للجول. لا اصبر بس معايا. انا بتكلم دلوقتي على الاربعه اللي في النص. ماشي. بيرسي تاو مروان قفشه رضا سليم الاربعه على خط واحد. مش ممكن انا اربعه في وسط الملعب بالزبط. يكونوا على خط واحد بالزبط. لابد ان اذا كان مروان هو اللي قدامه راجل عايز يروح كده مروان ينزل شويه. لا يبقى قفشه ينزل للعمق كده. يعني قفشه ينزل للعمق كده يروح رضا سليم ينزل للعمق كده. ماشي يعني فاهم. لانه بس هو لا هو نقل يعني. اصبر الصوره اللي قبلها. بص ماشي. طبعا عبد المنعم هنا في غلط انه رايح وشه للجول. مفروض ان عبد المنعم طبعا يبقى ما اعرفش. هي طبعا الصوره برده مش زي اللعبه المتحركه لو الكره ماشيه. احنا برده في صعوبه. لكن المنظر ده الاربعه واقفين غلط. الاربعه مضروبين بكره واحده وعبد المنعم اللي هو مفروض يكون بوشه عشان او اي واحد منهم ياسر او عبد المنعم يقرب على الراجل اللي في النص لو الكره اتلعبت عشان يضغط عليه. لكن الراجل معاش رقم كام ده 12 اللي هو ورا الاربعه استلم بكل سهوله ولف عليهم وتعادل بوشه على الاربعه المدافعين. فهي الوقفه اساسا من الاربعه بتوع نص الملعب ما كانتش واقفه سليمه يعني زي ما اسامه بيقول يا ايمن كده ان التنظيم في نص الملعب للعبة النادي الاهلي الثلاثه واقفين على فلات واحد باص واحد في العمق ضرب الثلاثه كويس. فلازم يبقى في تنوع. لازم في ناس بتضغط ولازم في ناس بتعمل عمق. بالظبط كده يعني. لازم التنوع في حته التمركز. ماشي خلينا هات لنا الكره دي من بدايتها. دي كانت هجمه لسان داونز وقطعها قفشه. احنا قطعناها. هات الصوره اللي بعد كده كويس قوي. احنا دلوقتي خلي بالك لو بصينا للعدد بتاع لعيبه النادي الاهلي هتلاقي كل فرقه النادي الاهلي ما عدا صلاح محسن هو اللي قدام. عشان كده ما عملتش عمق هجومي.
اللي انت بتلعب عليه بقى ماشي. قفشه اتصرف ازاي في الكره دي؟ التنظيم الدفاعي يا ايمن في العدد هو قفشه ولا التنظيم الدفاعي في العدد يعني تملي تملي يا جماعه احنا نقول ايه مثلا لو انا عندي ثلاثه مهاجمين اصفر من سان داونز ثلاثه هيمسكوهم وواحد هيعمل عمق هو ده التوازن مش خمسه مظبوط مش سته لان انت لو العدد عندك زياده واخد بالك في الحاله الدفاعيه على لعيبه سان داونز ممكن ممكن تتعطل وممكن تتلخبط وممكن تعتمد على بعض اللعيبه تسبب لك مشاكل يعني. بس هي في الحته دي يا كابتن ماهر كابتن ايمن وهو بيتكلم بيقول قفشه هيعمل فيها ايه بعد كده؟ النهارده كانت مشكلتك الكبيره في الجيم اللي لعبته مع سان داونز انك وانت بتدافع هتعمل ايه وانت بتهاجم؟ انت غاب عنك حته انت هتعمل النقلة ايه وانت بتهاجم؟ النقله الثانيه النقله الثانيه دي يا كابتن علشان تشتغل بيها يبقى في نقطتين لازم تعملهم. اول حاجه يبقى في عمق هجومي عندك. تاني حاجه لا انت ارجع لي بالصوره اللي قبل كده ارجع لي بالصوره اللي قبل كده انت بالمكان اللي انت بس ثبتها يعني شويه يعني اثبت هنا بص انا عايز اتكلم على حاجتين. خات لنا القطعه اول ما قفشه قطع الكوره الصوره اللي قبل مباشره كويس قوي الوضع الطبيعي قفشه التفكير الاولاني ليه المفترض يبقى لقدام لكن مفيش صلاح محسن ما يا كابتن انا اقول لك حاجه انا قلت لك مشكلتك النهارده لما بتدافع تعمل ايه وانت بتهاجم كويس انت النهارده عملت انت بتدافع ما عملتش الثانيه وانت بتهاجم بدليل الارقام اللي انت شفتها في احصائيه الامتلاك الكره كويس الباسنج لسان داونز اعلى انت المفترض اللي يحصل ايه يا كابتن ايمن ويمكن احنا دي مدرسه بتشتغل في المباريات اللي بره خارج ملعبك كل مدارس المفترض اوروبا اتغيرت ليه عشان اوروبا غيرت الهدف بهدفين قاعده الهدف بهدفين بقى كل الفرق تلعب هجوم وتلعب دفاع لكن انت ما زلت في افريقيا بتشتغل على الهدف بهدفين فعلشان كده انت انت عاوز تدافع اكتر المفترض انك انت في حته زي دي في هجمه زي ديت الانطلاقه بتبقى اسرع لكل اللاعبين عشان تلعب على قدام اللي خلى صلاح محسن لوحده ايه لانك انت اصلا نازل كل اللعيبه في نص الملعب مفيش مساند ولا عقبال ما اطلع انا المفترض ان صلاح محسن يبقى بدل ما يجري من حته نص الملعب يبقى قدام اصلا عشان اول ما قفشه ينقل عليه يلعبها على صلاح محسن لكن صلاح محسن لسه هياخد مكانه صلاح اهو ادي صورة الثانيه ما هي دي يا كابتن ما انا صلاح محسن لسه هياخد مكانه المكان اللي انهي دايما وانت بتعمل الهجمه المرتده ما تعملهاش من القلب لان القلب اكيد في اتنين واقفين انت صلاح محسن لو كان واخد الطرف اليمين لان كله تحت لسه بيرسي تاو فين دلوقتي يعني حاجه من الحاجتين لو قفشه رجع وحط البيرسي تاو تبقى الهجمه ما اتعملتش مرتده لو عاوز تعمل هجمه مرتده هتعمل بيها ايه لازم صلاح محسن اللي عامل لك العمق اللي فوق عشان تحط الكوره ليه علشان بيرسي تاو يروح له لكن صلاح محسن اصلا كان تحت عشان كده انا بقول لك انت عملت الشكل الاولاني الدفاعي ما كملتش الشكل الهجومي اللي انت تنقل على واحد في الناحيه الهجوميه ودي كانت من الحاجات اللي خلت تعبتك النهارده اثر عليك اثرت عليك كتير يا كابتن ماهر افضل ما في الامر انك تلعب بره صحيح. انك تلعب في نص ملعب الخصم اكتر ما تلعب في نص ملعبك ليه لو لعبت في نص ملعب الخصم حتى لو امتلكت الكوره اجزاء من المباراه قليله ولكن انت بتعمل التنظيم الدفاعي بتاعك بتدافع كويس واقف كويس شغال كويس طيب دي كره كابتن ماهر اللي هنشوفها بعد كده واحده واحده دي كانت فاول لنادي الاهلي من ناحيه اليمين اتلعبت اتفضل يا كابتن ماهر حارس المرمى طلع ربى بالبوكس الكروس اللي عمله علي معلول في مكان مؤثر طبعا في الحته دي مع الزحمه اي حد هيلمس طبعا هتبقى خطر على الحارس اترد طبعا من حارس المرمى راحت لمروان لعبها مروان ديانج لعبها بدماغه حولها بدماغه لمحمد عبد المنعم اللي احنا كلنا يعني على ثقه ان محمد عبد المنعم لما بيطلع في الحاجات اللي فيها كور ثابته او كورنر بيبقى بيقوم بدور المهاجم يعني محمد بيقدر يحرز اهداف لان هو كان مهاجم بشكل ده لكن هنا محمد اتعامل مع الكوره كانه مدافع
يعني بدل ما يتقنها في المرمى صح. هو بس هو في فرق ما بين منعم بدماغه ومنعم برجليه. بالظبط كده، برافو عليك. الفرق في دماغه هو عنده المهاره في التصوير. دي اخطر فرصه جت للنادي الاهلي. دي فرصه محققه. دي اخطر فرصه بالظبط. وليه جت الفرصه دي؟ عشان عندك زياده عدديه عندهم، زياده عدديه، برافو عليك الشريف. ادي واحد اللي موجوده اثنين ثلاثه غير كده. انت مش هيبقى موجود مع الفرقه. اللي احنا كنا بنتكلم، عادل كان بيتكلم عليها دلوقتي، انك انت لما بقى عندك زياده عدديه ايمن جوه 18 الخصم، يبقى انت فرصه احرازك للهدف جايه. لكن كل ما يبقى عندك عدد قليل داخل ال 18 بترجع بالكره وتفضل. لكن عندنا زياده في دي علشان كانت كره ثابته. انت صح. النهارده لكن من المتحركه ان انت ما هاجمتش عليهم الكابتن شريف، انك انت ما كانش عندك في الكور المتحركه زياده عدديه وزياده عدديه. انت كان عندك في الكور الثابته الزياده العدديه، وكانت النتيجه ساعتها ايه؟ 1-0 لفرقه صن داونز. دي من ضمن التكتيك عادل اللي بيعتمد عليه المدير الفني. انت عندك يعني اول 5 دقايق الكور الثابته، واخر 5 دقايق كنت انت او هي اخر ربع دي يعني. الكره دي لعبها منعم بشماله بيمينه بس عالي. كابتن ايمن منعم دماغه غير منعم رجله. دي حقيقة. لا يعني هو يعني الكره دي لو لعبها من تحت على فكره شوية، على فكره لو خدها من تحت شويه هو قرار سليم. لان بص الجون طالع الزاويه الثانيه فاضيه، بس هي ما راحتش مظبوطه. هي عليت رياكشن كان سريع شويه، لكن بص الحارس رايح فين يعني. الزاويه الثانيه كلها فاضيه لو بتحصل. سبحان الله يعني هي عبد المنعم ما جاتش مثلا لصلاح محسن، او ما جاتش مثلا لتاو لفورورد مثلا. بالظبط الكره دي مين اللي جابها جون بالشكل ده في ماتش كوتوكو؟ مين يا كابتن؟ محمود الخطيب. محمود الخطيب ماتش كوتوكو دي كانت اصعب من دي. بص يا كابتن ده كان من مصطفى عبده دايركت. اصعب كوره للمهاجم، وانت مهاجم عظيم يعني وعارف يعني، الكره اللي بتجي لك وانت مغير منعم كان وشه لجون النادي الاهلي وهو راجع، لانه كان راجع من الهجمه. فالكره لما اتعملت اللفه دي مش يعني لو فرود مدافع لكن مدافع لا. يلا عشان نشوف طيب. ماتش هنا نروح بقى نعمل باذن الله ونروح لزميلنا محمد الديك يقول لنا بقى ايه الصحافه قالت ايه على نتيجه مباراه اليوم. كابتن ايمن، ورحب بالكابتن ماهر وكابتن شريف وكابتن عادل وكابتن اسامه. الصحافه اتكلم عن جوله الحكم في الاياب والفوز المقلق بالنسبه لجنوب افريقيا صن داونز الجنوب افريقي. الماتش زي ما حضرتك قلت لنا واتفقنا من اول بدايه الاستوديو ان الماتش على شوطين، شوط اول في صن داونز، الشوط الثاني في القاهره. وزي ما حضرتك اتكلمتوا ان مستر كولر اعتقد ان هو قسم الماتش على جزئيتين، جزء هناك في صن داونز وان شاء الله يكون الحسم ان شاء الله في القاهره. هنبدا الاول من موقع بابة الشروق، بتقول الدوري الافريقي الاهلي يخسر من صن داونز بهدف في بريتوريا. كان برضو يعني التركيز كله على اللقطه اللي هي فكره الهدف وعدم التمركز الدفاعي اللي حضرتك اتكلمتوا عليه، والقصه كلها ان الفريقه الخضه اللي كانت موجوده عند جماهير النادي الاهلي بفرقه صن داونز مش اللي هو الفريق اللي يخوض في مباراه الاياب. ولولا سوء توفيق كان النهارده شويه وطريقه اللعب شويه زي ما حضرتك اتكلمتوا، كان الاهلي ممكن يرجع بنتيجه افضل من النتيجه اللي هي كانت النهارده. اليوم السابع بيقول الاهلي يخسر بهدف من صن داونز وينتظر تذكره الحسم في القاهره. ان شاء الله يكون ماتش القاهره ان شاء الله فرصه قويه ان الاهلي يقدم المستوى اللي مرجو منه ويكون بنسبه يعني بمثابه 90 دقيقه لنهائي، وتبقى السنه دي ان شاء الله كده خدنا بطولتين ان شاء الله. موقع كرة بلس بيتكلم على ايه اللي يحتاجه الاهلي لتخطي صن داونز. هو بيتكلم على فرص النادي الاهلي في الماتش اللي جاي، بيقول ان النادي الاهلي محتاج ان هو يكسب بفرق هدفين. طب لو لا قدر الله مثلا صن داونز جاب فينا جون، هنلعب ضربات جزاء مباشره. لو الاهلي لو صن داونز جاب هنا جون هنلعب ركلات الجزاء. لو صن داونز ده في حال الاهلي، لو الاهلي قصدي لو الاهلي جاب جون صن داونز لو الاهلي جاب جون معلش سوري بتروح ركلات جزاء مباشره. مظبوط هنلعب ضربات الجزاء اللي هو نص اللائحه بيقول ان هو قبل النهائي ربع النهائي بيبقى في على طول ضربات جزاء. الحاجة الثالثة لو الأهلي دخل فيه جول هيضطر إن هو يجيب جونين. فرق جولين. ثلاثة. ثلاثة. فرق يبقى ثلاثة. بالظبط. يبقى جول يبقى كده يحط ثلاثة. بالظبط. لو لا قدر الله التعادل بأي نتيجة صن داونز هيتأهل مباشرة للماتش النهائي. كسبان واحد.
صحيح. صحافة جنوب افريقيا اتكلمت بواقعية واحترام شديد وكان للماتش 0-0. قالوا ان نتيجة 1-0 دي نتيجة مقلقة بالنسبة لنا. والمدرب نفسه قال ان احنا مش هنحتفل بعد الماتش وقدمنا نتيجة كويسة، بس النادي الاهلي في ملعبه غير مأمون العواقب. برضو الحاجة التانية اللي ركز عليها تصريحات الصحافة في جنوب افريقيا فكرة الملعب بتاع القاهرة، زي ما كابتن ماهر قال ان انا معايا جمهوري والملعب نفسه مسمينه ملعب الرعب، يعني هم نفسهم بيتكلموا فكرة ان النادي الاهلي في ملعبه بيبقى حاجة تانية وبيتحول لشكل تاني حتى لو كان خسران بره ملعبه، ودي شفناها كمان في النتائج السابقة اللي بينه وبين صن داونز تحديدا في البطولات في المواسم اللي فاتت قبل كده. الموقع نيوز 24 اتكلم على فكرة ان صن داونز لو لعب على التعادل هيبقى بمثابة انتحار بالنسبة له. فكره ان هو يجي قدام النادي الاهلي يغامر مثلا، فكره ان هو يلعب دفاع او يحافظ مثلا على الهدف اللي جه فيه هتبقى بالنسبه له انتحار. وده برضه زي ما اتكلم ايوه حضرتك اتكلمته ان النادي الاهلي سيظل مرعب وسيد الارقام في افريقيا بعيدا عن اي نتيجه بره ملعبه. اعتقد ان كولر النهارده زي ما حضرتك اتفضلت وتكرمته كان مقسم النتيجه او بيلعب بالاوراق الموجوده تحت ايديه في ظل الغيابات اللي موجوده والحاجات اللي موجوده بالظبط كده يا كابتن. صحيح. وان شاء الله كده ربنا يسهل ان شاء الله في الماتش الاياب زي ما حضراتكم اتكلمتوا بالجمهور واداره النادي الاهلي تحصل على موافقات من الجهه الامنيه ويكون الجمهور بالسعه الكامله في الاستاد. وده اللي شفناه النهارده كابتن ايمن وحضراتكم شفتوه في الماتش، الجمهور النهارده كان عامل ازاي مع فرقه صن داونز خاصه في الشوط الثاني لما تحولوا وكان بيلعبوا بشكل يعني صعب جدا في ظل الحماسه اللي كانت موجوده مع الجمهور. صحيح. عايزين الشكل ده يا كابتن ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ربنا يسهل ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا محمد شرفتنا. شكرا كابتن ماهر، كلمه اخيره سريعه. يعني زي ما محمد كده تفضل وقال اخر كلامه، جماهير النادي الاهلي احنا ان شاء الله في انتظارها في المباراه النهائيه، لان هي ضلع من الاضلاع المهمه جدا ومشاركه معانا ومع الجيل ده بالذات يمكن في ال11 بطوله السابقه. صحيح. ان شاء الله باذن الله اداء النادي الاهلي في استاد القاهره هيختلف اختلاف كلي يا ايمن. الروح القتاليه وروح الفنيه الحمراء ان شاء الله باذن الله قادرين ان احنا نتخطى مباراه صن داونز ونعوض النتيجه السلبيه اللي حصلت هناك في جنوب افريقيا. عندنا لعيبه زي ما قلنا مستر كولر هيعتمد على اللعيبه اللي جاهزه ان شاء الله وهيعتمد على التشكيل الانسب لهذه المباراه وان شاء الله قادرين باذن الله ان احنا نتخطى جنوب افريقيا ونوصل للنهائي باذن الله. كابتن شريف. كلنا ثقه باذن الله في فرقتنا، وزي ما اتكلمنا كلنا المباراه دي اظهرت الايجابيات والسلبيات اللي كانت موجوده بالنسبه لفريق صن داونز وفرقتنا احنا كمان. واعتقد ان مستر كولر من هنا لغايه يوم الاربعاء ان شاء الله هيكون حط ايده على جميع الخيوط اللي هي تسمح له انه يعدي الدور ده باذن الله بكل توفيق باذن الله رب العالمين ان شاء الله. كابتن اسامه. يعني انا النتيجه ما فاجئتنيش، يعني احنا اتفقنا انه لو كنا كسبنا جميل جدا، اتعادلنا كويس، خسرنا بفرق هدف متوقع يعني مع صن داونز والاهلي ممكن ده يحصل. وياما احنا لعبنا ماتشات زي ديت وبنيجي نحسمها في القاهره، عشان كده قلنا الماتش هيمتد لل 180 دقيقه. فالنادي الاهلي قادر ان يعوض نتيجه 1-0 بتفادي بعض الاشياء اللي وقعت النهارده، زي ما ضغطناش بالشكل الامثل، قلنا مش هنضغط طول الماتش بس ما ضغطناش بالفترات بالشكل الامثل. المسانده والزياده العدديه ما كانتش موجوده، ان شاء الله تبقى موجوده في القاهره. ان شاء الله مسانده جماهيرنا ان شاء الله نقدر نتخطى عقبه صن داونز باذن الله. كابتن عادل. يعني يا كابتن ايمن انا اتمنى ان احنا المباراه الثانيه نكسب ومكسب كويس، عندنا قدرات ان احنا نقدر نكسبه. يمكن انا وانا قاعد كده قلت لو يعني لو علي معلول ومنعم وياسر وهاني، وحطيت ياسر مكان رامي ربيع علشان سرعات الحته الدفاعيه، وحطيت قدامهم مروان وامام عاشور وديانج وحسين الشحات ناحيه الشمال ورضا سليم ناحيه اليمين وكهربا، اقدر اقول لك ان تقدر تكسب فرقه صن داونز اثنين واكثر ان شاء الله ونعوض باذن الله رب العالمين. بكده اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وصن داونز في مباراه الذهاب للدور قبل النهائي في بطوله الدوري الافريقي، والتي انتهت بتقدم صن داونز 1-0. كل التوفيق للنادي الاهلي
في مباراة العودة القادمة يوم الأربعاء إن شاء الله. نادي الأهلي قادر على التعويض. نادي الأهلي بإذن الله هيبقى النصر ليه ونعدي ونوصل للنهائي والبطولة تبقى من نصيبنا. ولكن اللي أتمناه إن شاء الله وجود الجماهير، لأن الجماهير في الملعب هي اللاعب رقم واحد بالنسبة لفريق النادي الأهلي. بشكركم شكرا جزيلا. وأجمل ختام نختم بيه، أول نشكر نجومنا الكبار كابتن ماهر قلب، شكرا كابتن شرفتنا. شكرا كابتن. كابتن أسامة عربي شكرا كابتن، شكرا شرفتنا. شكرا. كابتن شريف عبد المنعم شكرا كابتن شرفتنا. كابتن عادل شرفتنا كابتن، شكرا. أجمل ختام نختم بيه هو صورة الجماهير وصوت الجماهير في الملعب.